صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، يوم جديد وان شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا باذن الرحمن، وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. لن تخلو من الحديث عن النادي الاهلي وعودته لمباريات الدوري اللي هنستهلها بكره ان شاء الله بلقائنا مع سموحه. صباح الفل عليكم. صباح الفل عليك يا نهوان. بونجور. بونجور جدا. صباح الهنا. صباح الخير عليك الكريم. صباح الخير لحضراتكم جميعا كل بيتابعنا. وزي ما احنا بنتكلم وقلنا امبارح، احنا ركزنا شويه على اللي جاي للنادي الاهلي، يمكن اللي فات بنختلف فيه شويه، او الاراء ممكن تكون يعني 70-30 هقول النسبه دي، لكن اللي جاي اصعب بكتير واللي جاي اهم يا كريم. فمحتاجين تركيز، محتاجين نشتغل على الاخطاء اللي احنا شفناها حتى في المباراه الاخيره اللي كنا متوقعين برضو، خلينا نتكلم بصراحه، مش هتلاقي اللي هي الاخطاء المتكرره مع برضو منافس بعيد عنك قوي بفنياته بارقام وغيره. لكن اعتقد ان احنا محتاجين، واعتقد ده اللي هيعمله مارسيل كولر وهيركز عليه الفتره اللي جايه، معالجه الاخطاء المتكرره. لان احنا قلنا المشكله مش في المنافس اللي انت بتلعب معاه، انت الاخطاء بتاعتك بتكون متكرره حتى ان كان منافس قوي او ضعيف. فاعتقد الفتره اللي جايه هنتكلم في كل النقاط دي، وطبعا مهم ان احنا نركز على ده. لكن برضو خلينا نقول ان احنا معانا النهارده كمان فقرات مختلفه. الفقره الاولى هيكون معانا بطل العالم يعني في الجوجيتسو البرازيلي، لو انا بنطقها صح يعني. بصي انا مش قادر اقول لك يعني كخبره يعني اعتقد ان انا بنطقها صح. الفقره الثانيه مع الناقد الرياضي رمضان حسن، وهنتكلم في كل الملفات طبعا، واكيد برضو هنتكلم عن المنتخب لان قدامه برضو تحديات كبيره جدا. واعتقد وهرجع اقول تاني يا كريم، الثقه الى حد ما هذا الموسم او هذه السنه مع فيتوريا مختلفه عن العام الماضي اللي كنت مش عارف مين اصلا المدير الفني لمنتخب مصر. يعني ده كان تساؤل، هو يا جماعه مين المدير الفني لمنتخب مصر؟ ما كناش عارفين. على كل حال اللي فات هنرجع نقول تاني مش هنتكلم فيه او مش هنركز عليه، اللي جاي مهم جدا واللي جاي افضل بكتير. وهنبدا بقى بالمباراه مع سموحه لان برضو ده كريم مهم جدا. اكيد. وعايز اربط بس بين ماتش بكره او ابتداء من بكره سلسله المباريات اللي عندنا الفتره اللي جايه ان شاء الله، على فكره محليا وغير محليا، التفصيله بتاعت إهدار الفرص. فعلا تفصيلة لازم يتوقف عندها، لأن خلي بال حضراتكم يعني حتى المباريات اللي انتهت لصالح النادي الأهلي وبنتيجة 2-3 و4 في بعض الأحيان، لو ما كانش عندنا هذا الكم من الفرص المهدرة كانت النتيجة بتاعت كل ماتش منهم لا هتبقى الأرقام والسكور يعني بعيد تماما عن هذه الأرقام. على كل الأحوال احنا لغاية دلوقتي نقدر نقول إن احنا ماشيين بشكل جيد جدا، محتاجين إن احنا نظبط بقى شوية الرفايع اللي احنا عندنا عليها شيء من التحفظات، لكن إن شاء الله الفترة اللي جاية النادي الأهلي ده وجود محليا وقاريا وعالميا كمان، اخذا في الاعتبار مشاركه النادي الاهلي في النسخه اللي جايه من كاس العالم للانديه. تعالوا بقى نرجع لكلامنا عن الدوري وعودتنا بكره ان شاء الله لمباريات الدوري اللي زي ما كنت بقول لكم هنستهلها بلقاء سموحه. طبعا بنتكلم على فريق قوي تحت قياده الكابتن احمد سامي، وزي ما قلنا قبل كده يعني مرات ومرات اي فريق، وانا هنا مش بتكلم ولا باسقط على سموحه، احنا بنتكلم في المطلق دايما لما بنيجي نتكلم في التفصيله دي، ان اي فريق مهما كانت نتائجه، مهما كان مستواه، مهما كان حجم تواضع ادائه واداء لعبته، بيجي قدام النادي الاهلي ودايما بيكشر عن اي انيابه وبيحاول على قد ما ربنا يقدره ان هو يقدم افضل ما لديه. عموما فيما يتعلق بسموحه، نتائج سموحه معتدله انجاز التعبير حتى هذه اللحظه. لعب في الدوري لغايه دلوقتي 6 ماتشات، فاز في 2 وتعادل في 2 وخسر في 2 وبيمتلك 8 نقط. النادي الاهلي بقى في المقابل لعب 5 لقاءات، فاز في 4 وتعادل في لقاء واحد، وهو حاليا متصدر الجدول برصيد 13 نقطة ولسه كمان عندنا ماتش مؤجل. طبعا كل فريق يعني اكيد عايز يحصد ال3 نقاط، كل واحد اكيد من مصلحته انه يعمل ده. الاهلي عايز يحافظ على الصدارة، وبطبيعة الحال سموحة عنده الرغبة العارمة في انه يحسن مركزه في جدول المسابقة، وده بطبيعة الحال حق مشروع جدا. وعلى فكرة برضو يا كريم خليني أضيف هنا، سموحة وقت صعوده لو حضراتكم فاكرين للدوري الممتاز تقريبا أو تحديدا كان 2010، هو يعني كان ند قوي، ممكن تلاقيه في كمان أسوأ الحالات بتاعته لكن بيقدم ماتش قوي جدا تحديدا قدام الأهلي، ممكن كمان يكون يعني العكس. عشان كده أنت بتقول أو كل مدرب بيركز على تعزيز خلينا نقول الدوافع عند اللعيبة، وخاصة أنت بتتكلم إن الأهلي برضو بيخوض مباراة كل تقريبا 3 أيام، فبجانب التجهيز الفني وال بدني هيكون مهم جدا ان انت تجهز اللعيبه برده نفسيا، تجديد الدوافع اللي كنا بنتكلم فيه امبارح طبعا مع كابتن فتحي، وقلنا قد ايه ده مهم لان انت
مع كل البطولات ومع كم التحديات اللي عندك والمنافسات، اوقات الواحد بيحس ان هو خلاص فقد الشغف. دي نقطه على فكره تبقى صعبه جدا، فلازم يكون في شغل على النقطه دي. في مديرين فنيين بيركزوا على الجانب الفني فقط، وفي ناس بتركز على الجانب الفني مع الجانب النفسي. اعتقد لازم يكون في تركيز على الاثنين. احنا عندنا شويه في يعني خلينا نقول في مصر او في الوطن العربي ما فيش اهتمام قوي، ما فيش تركيز قوي على الحته النفسيه. ما بنؤمنش قوي ان احنا نفسيا محتاجين، حتى في لعيبه بتتكسف من ده، لكن طبعا الكلام ده علميا غير سليم تماما. وعالميا كل اللعيبه الكبيره اللي ليها اسماء كبيره جدا عندها حتى اخصائي نفسي ليها شخصيا. صحيح. مش بس للفريق. فده او دي نقطه مهمه جدا. وحتى ان كانت معنويات الفريق والنفسيه في جاهزيه كبيره، حتى لو كان فنيا هو بيواجه فريق اصعب منه، ممكن يؤثر بشكل ايجابي جدا عليه لو كان جاهز من الجانب ده. على كل حال خلينا نتكلم عن تاريخ مواجهات هنا الفريقين. هم اتقابلوا في 26 مره، الاهلي كسب في 13 واتعادلوا في 8، سموحه فاز في 5، يعني فارق كبير طبعا، لكن برضو ده بتتكلم في الدوري بس. لكن في الكاس كمان اتقابلوا 4 مرات، الاهلي فاز في 3، سموحه فازت مره واحده. وبرضو هنرجع نقول جاب كبير جدا بين الاثنين، لكن ده ما يديش ابدا اطمئنان. احنا شفنا يعني مدياما يعني للاسف. على كل حال مباريات بتبقى متوقعه او متوقع ان هي هتثير او هتمشي بشكل معين، لكن الموضوع بيختلف تماما. ما فيش حاجه مضمونه خلينا نقول في لغه كره القدم ابدا، سواء على مستوى المنتخبات او على مستوى الانديه. طبعا كنا بنقولها بكذا صيغه كام يوم اللي فاتوا، لما جت سيره ان انت بتلعب فريق مغمور او مجهول بالنسبه لنا، فالمجهول ده ما تبقاش ضامن، ما انت ممكن تتفاجئ انه بيجي قدام النادي الاهلي ويتغول بشكل او باخر. فاكيد لازم نكون عاملين حساب ان احنا بنلعب منافس قوي ايا كان مين هو المنافس ده، وعلى مستوى كل البطولات. وده اللي النادي الاهلي الحقيقه بيعمله بشكل ملحوظ، وخاصه في الفترة الأخيرة. رجوعا بقى لتفصيلة ان احنا عندنا ضغط مباريات، فاحنا فعلا زي ما نهاوند بتقول لحضراتكم احنا تقريبا يعني نكاد نكون عندنا ماتش كل 3 ايام. يعني عندنا بنتكلم بكرة ان شاء الله على ماتش سموحة، وبعده يانج افريكانز يوم السبت اللي جاي ان شاء الله. طبعا ضغط مباريات يعني هيستيري الحقيقة، لكن برضو نرجع ونقول لعيبة النادي الاهلي قدها وقدود، وعندهم من الثبات الانفعالي ما يكفي للتعامل مع كل البطولات اللي النادي الاهلي بيشارك فيها. قرر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب تكليف الاستاذ محمد الضماطي عضو المجلس برئاسه بعثه الفريق الاول اللي هتتجه ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي الى تنزانيا لملاقات يانج افريكانز في الجوله الثانيه لدور المجموعات. الاستاذ محمد ضماطي قام بالتنسيق الكامل مع كابتن خالد بيبو، ورتبوا مع بعض كل الامور الخاصه بالبعثه عشان يضمنوا توفير افضل الاجواء للجهاز الفني ولكل اللعيبه عشان يقدروا يحققوا احسن النتائج. يانج افريكانز خسر اول مواجهاته امام شباب لوزداد، واكيد هيبذل قصارى جهده انه ما يخسرش قدام النادي الاهلي، لكن باذن الله نقدر نتخطاه ونحصد ال3 نقاط ان شاء الله. برضو الضماطي يعني عضو مجلس الإدارة من الشخصيات اللي أنا بحترمها جدا، وهو برضو من الشخصيات اللي بتشتغل كويس جدا وبتحب النادي الأهلي بجد. لأن لما بتلاقي حد عندك في مركز برضو مسؤول، أنا بحب أديه كريدت بصراحة. في ناس أنا ما بجيبش سيرتها لو حضراتكم يعني لاحظتوا، وفي ناس لازم تقف عندهم. فاللي بيشتغل بجد والبني آدم اللي على مستوى الإنساني كمان بيكون محترم، لازم الواحد بصراحة يقول ده على الهواء يعني، أو يقول ده في العموم. خلينا نتكلم، والخبر اللي معانا ده كمان بيعرفك هنا يا كريم، عجبني انا على المستوى الشخصي بصراحه، عجبني بنسبه كبيره جدا. بيعرفك قد ايه، والكلام ده مش شعارات، لان ممكن حد يطلع يشكر في نفسه. ما هو اللي بيشكر في نفسه مش شرط يبقى بيتكلم صح. انت بتتكلم عن منظومه كبيره اسمها النادي الاهلي. اللي حصل بياكد كلامي ده وبياكد كلامنا اللي احنا بنقوله، بياكد المعروف عن النادي الاهلي. قندوسي لو حضراتكم تابعته، طبعا لاعب الاهلي المعار لسيراميكا، هو اتعرض كان لاصابه، اصابه كانت قويه جدا يعني، كان في ماتش الفريق بتاعه مع الجونه، كانت مباراه وديه، لكن الاشاعه وقتها اثبتت انها جزع في الرباط الداخلي للركبه. طبعا دي اصابه ما هيش سهله ابدا. ايه اللي حصل؟ اول ما النادي الاهلي عرف، كابتن خالد بيبو كلف الجهاز الطبي الخاص بالنادي الاهلي برئاسه طبعا دكتور احمد جبله بالتواصل مع الجهاز الطبي لنادي سيراميكا عشان يطمنوا على اصابه اللاعب. ما هو مش معنى ان انا اعرت ابني او اللاعب بتاعي ان انا ما اهتمش بيه، لا، الكلام ده طبعا مش في ثقافه النادي الاهلي.
كابتن خالد بيبو طلب كمان من الجهاز الطبي الكشف على اللاعب واجراء كافه الفحوصات الطبيه اللازمه والبدء كمان في العلاج عشان وده او خلينا نقول حرصا من النادي على دعم ومسانده قندوسي، ومش بس قندوسي، اي لاعب بينتمي للنادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي، هي دي ثقافه النادي الاهلي لغايه لما يعود مره ثانيه للملاعب طبعا بصوره طبيعيه. فيعني مش جديد، هو مش حاجه انت طالع تقولها يعني اللي هو ايه ده واو ده النادي الاهلي عمل كده، لا هي حاجه متكرره، لكن كويس ان احنا لما نلاقي حاجات او نماذج مشرفه ومحترمه بهذا الشكل يعني ان احنا نتكلم عنها، لان مش كل الانديه بتعمل كده خالص. يعني خلينا نقول انا مش عايزه اقول ما فيش انديه، هقول مش كل الانديه، فلا ومش عشان انا بقول ان انا بقارن نفسي بغيري فانا كويس، لا هو انا فعلا بمشي بالطرق اللي انا اعرفها عن الاحترام وعن فكره. هنا وقلنا الكلام ده قبل كده يا كريم، ممكن علاقة أي لاعب أو أي شخص بالنادي الأهلي تنتهي، لكن بيفضل دايما العطاء موجود حتى لو ما كانش فيه على مستوى الملاعب في الإدارة أو غيره بعد كده أو في التدريب، العلاقة بتفضل دايما موجودة. فده مش وليد لحظة، ده مش نتاج منظومة مثلا كانت ناجحة في فترة ما، لا ده منظومة ناجحة على مدار سنوات طويلة جدا. فأنا حبيت ده والناس حبت ده على السوشيال ميديا، كلهم كانوا بيتكلموا، أنا تابعت ناس كتيرة كانت بتتكلم على الظاهرة دي. وعلى فكرة والله العظيم ده حقيقي، مش من الاهلاويه كمان، يعني ده شيء محترم. بصي اللي انت بتتكلمي عنه ده من ضمن الامور اللي طول عمرها مقترنه ومرتبطه ارتباط وثيق بالنادي الاهلي عبر الازمنه، يعني يا مكتر اللفتات اللي شفنا من خلالها النبل والرقي المعتادين من النادي الاهلي تجاه كل من كان في النادي الاهلي حتى لو كان في وقت من الاوقات ورحل عن النادي الاهلي باي شكل من الاشكال. ده العادي الحقيقه في النادي الاهلي، دايما بنشوف ان في رقي وفي اهتمام وفي كل الادله اللي بتثبت ان فعلا علاقه اي حد في النادي الاهلي بمجلس الاداره او بالجهاز الفني سواء كان حالي او سابق لو الشخص ده يعني كان موجود او مش موجود، لا هي علاقه اسره واحده بالمعنى الحرفي للكلمه. دي حقيقه كريم، حتى بيهتموا ببعض يعني طبيعي جدا. احنا قلنا الكلام ده اول ما جينا حتى القناه، لما كان اوقات او على مدار عامه السنوات اللي اشتغلنا فيها كنا بنشوف على تويتر على سوشيال ميديا عامه تلاقي ممكن حد مثلا ايه 10 كلام مثلا كومنتات حلوه، مثلا حد يطلع بكومنت مش حلو، على فكره ممكن ما يكونش اصلا من جماهير النادي الاهلي، احنا ما بنردش، وعاده كاعلامي انت ما بتردش يعني، لكن كده كده ببص بلاقي الناس كلها هي بتخش تدافع عنك، فبجد الواحد بيحس ان هو ليه ظهر، يعني هي دي القصه بجد. يعني طب اقول لك على حاجه، وانا قلت الكلام ده بس هي متكرره فكل شويه بتحصل لي، عملت اوردر اونلاين والله العظيم لحاجه، والمهم عملت من البروفايل بتاعي فاسمي طالع يعني. أوكي. فالشركه اللي انا بعت بتجهز لي حاجه يعني، فبيقولوا لي حضرتك يعني احنا هنعمل لك ديسكاونت عشان النادي الاهلي. يا سلام يا سلام. فاللي هو بص انت واخد بريفليج طول ما انت ماشي، طبعا يعني الواحد مش مهم قصه الديسكاونت ولا، بس قصه ان انت تلاقي حب الناس مش ليك على فكره، هو عشان بيحبوا النادي الاهلي، يعني مالهاش علاقه بنهاوند ولا بكريم، يعني الموضوع عشان انت بتنتمي للنادي الاهلي هذا الكيان اللي هو بيعشقه، هي دي النقطه يعني. اتمنى ان اللفته اللطيفه دي من الشركه ما تبقاش حافز ليك انك تخربي الدنيا اونلاين الفتره اللي جايه. طيب تعالوا بقى نروح لمنتخب السيدات اللي بالمناسبه يعني نقدر نقول ان هو فعلا ماشي بشكل ممتاز جدا وبيقدم اداء رائع، ويعني على فكره يعني حتى منتخب الناشئات كمان ماشي على خطى ثابته جدا الحقيقه وبشكل مميز. امبارح منتخب السيدات خاض تدريباته الاخيره استعدادا للسفر للسنغال عشان طبعا هيواجه منتخب السنغال في الدور الاخير من التصفيات المؤهله لبطوله كاس الامم الافريقيه 2024. والجدير بالذكر انه حدد الاتحاد الافريقي لكره القدم يوم 30 نوفمبر الجاري موعد لمباراه الذهاب في السنغال على ان تكون مباراه العوده ان شاء الله يوم 5 ديسمبر المقبل عندنا في ملعب استاد السلام بالقاهره. كل التوفيق باذن الله وان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه في الذهاب ونلعب مباراه العوده على ارضنا وفي وسط جمهورنا واحنا مطمنين على التاهل باذن الرحمن. من الأخبار الحلوة كمان هنروح لإنجاز متكرر من فريق تحديدا هوكي الشرقية اللي نجح في التتويج بالبطولة الإفريقية للأندية بعد الفوز على بطل كينيا بنتيجة 4-2 في نهائي المنافسة اللي أقيمت بملاوي، اتكلمنا حضراتكم عنها الأسبوع اللي فات. الإنجاز ده خلينا نقول إن هو اللقب 27 في التاريخ أو في تاريخه يعني، وأعتقد ده رقم
يعني نقدر نقول قياسي متربع بيه كمان على عرش القارة في اللعبة دي، وكمان أرقامه مسجلة في موسوعة جانس. فلا إنجاز كبير جدا إن أنت تحصد لقب بطولة 27 مرة كريم من أصل 33، ده مش حاجة عادية. يعني أنت فقدت بس 6 ألقاب يعني من مشاركتك. وبالمناسبة برضو خليني أقول لحضراتكم، منتخب شباب الهوكي عنده بطولة العالم في ماليزيا في أول ديسمبر، بجانب أنه هو كمان المنتخب الأول عندنا عنده في تصفيات في إسبانيا آخر يناير. فيعني كل ده طبعا لحسم التأهل للأولمبياد، وهي المسابقة الأهم دلوقتي. كل الأبطال وكل الاتحادات وكل يعني القائمين على الرياضة تحديدا هتكلم المصرية، مهمتهم حاليا أن هم يركزوا في أولمبياد باريس، لأن احنا بنتوقعين بكل الاهتمام والتغيير اللي حصل من وقت طوكيو لحد دلوقتي أن احنا نحصد على الأقل نسبة أكبر في يعني الميداليات، وأتمنى تكون كمان ميداليات ذهبية. يا مسهل الحال. هو طبعا مجرد التأهل ده مفروض في حد ذاته يخلي في حافز رهيب عند كل المتأهلين، لأن احنا بنتكلم على مجد ليه خصوصية شديدة جدا. يعني فكرة الحصول على ميداليات ذهبية ومراكز يعني أولى في أي بطولات حتى لو كانت بطولات عالم أكيد شيء رائع جدا، لكن تظل يعني الخصوصية الشديدة للاشتراك وللفوز بأي ميدالية في أي دورة أولمبية. في فعلا هنا مجد بيتحقق، وفعلا في حروف الأسماء الأبطال اللي بيحققوا النوع ده من الإنجازات بتتكتب فعلا في سجلات تاريخ الرياضة المصرية بحروف من نور بالمعنى الحرفي للكلمة. فبنتمنى لهم كلهم كل التوفيق إن شاء الله في اللي جاي. بالمناسبة امبارح كان في إعلان عن تفاصيل أخذ أولى العينات الخاصة بمشروع الجينوم الرياضي بمرحلته الأولى، طبعا تحت رعاية رئاسة الجمهورية، اللي تم الإعلان عنه بمركز تدريب المنتخبات القومية في المعادي بحضور الحقيقة ناس كتير جدا، السيد وزير الشباب والرياضة والعديد من رؤساء الاتحادات الأولمبية والبارالمبية، وكان بحضور كمان مجموعة من خبراء الطب الرياضي، وبرضو البعض من أبطالنا الرياضيين كانوا متواجدين، من ضمنهم سارة سمير، سيف عيسى، كيشو، مهند شعبان وغيرهم كمان. تعالوا عموما ناخد فكرة كده ولو مبسطة عن إيه اللي حصل في هذا التجمع من خلال التقرير ده، ونرجع نكمل الكلام. وأنا مساعد وزير بدأنا سلايفا تيست، وده كان حاجة جديدة، ده 2016. سلايفا تيست للدي ان ايه، سلايفا تيست للدي ان ايه شيء مرتبط بحاجة اسمها الاكسرسايز فيسيولوجي او الفيسيولوجيا الرياضية. ده ان كان الدي ان ايه تحليله من عينات من خلال الدم، ودي كان فيها يعني حاجات كتير. لما طلع علميا وكان اهم الجامعات، جامعة تورونتو في كندا وفي انجلترا بعض الجامعات، الحقيقة احنا اتحركنا بسرعة وعملت سامبلينج، وكان تحديدا للكابتن رمضان درويش اللي هو بطل الجودو، علشان نعمل تجريب بشكل عملي على ايه الدي ان ايه ومعالمه ايه في 2016 وفايدته ايه. الحقيقة خدنا طريقة العمل ومفهومها يعني، وكان اكتر مرتبط بالنيتريشنز بعد التحليل، هي المفروض برامج التدريب مرتبطة بالدي ان ايه والجينات بتاعته، ياكل ايه وعاداته الموروثة ايه وشكل تركيبة عضلات جسمه ايه، اللي هي زي الدكتورة سارة لما قالت دلوقتي على الموضوع يعني. اتطور الموضوع اكتر لان بقى فيه تحليل اخر او موضوع اخر اللي هي الجينوم المصري، وده مشروع تعاوننا فيه برئاسة فخامة، طبعا برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الدايمة لكل قطاعات الدولة المصرية وارتباطها بالعلم. فبالتالي لما حصل هذا الربط مع الجينوم المصري ومسؤول عنه إدارة الطب التجديدي في القوات المسلحة، قدرنا من خلال الدكتور خالد عامر المسؤول عن هذه الوحدة وأكاديمية البحث العلمي في وزارة التعليم العالي، إن احنا نعمل منشأ مشترك وندخل فيه الستاندردز المطلوب للرياضيين والأبطال. أنا شايف إن احنا النهارده ابتدينا اليوم بإن الوزير بيحاول أقصى جهده إن هو بيساعدنا وإن احنا نطور من ألعابنا وإن احنا نحاول نجيب ميداليات أكتر في الأولمبياد. اتجه شوية للنظام اللي احنا نشوف العلم ونشوف الـ DNA تيست بالتحديد، ده هيفيدنا كتير قوي إن احنا كل واحد بيعرف طبيعة جسمه، وهتبقى بناءً عليها هنمشي عليها الفترة الجاية لحد الأولمبياد أو لحد مدى العمر بصراحة. فانا شايف ان الوزاره في ظهرنا دايما، ليها حاجه هتساعدنا ان احنا نجيب ميداليات اكتر في الاولمبياد، وربنا يوفقنا ما شاء الله. احنا النهارده هيحصل انطلاق، بدايه انطلاق وسحب العينات من الابطال الرياضيين في مشروع الجينوم الرياضي. مشروع الجينوم الرياضي مشروع قومي مقام بالتعاون بين وزاره الشباب والرياضه ومركز الطب التجديدي التابع للقوات المسلحه.
هدف المشروع بشكل عام هو تحسين صحة الرياضيين والكشف الوراثي عن الأبطال الرياضيين. الهدف من المشروع هيقام على 100 لاعب ولاعبة من اللاعبين المؤهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس. هدف المشروع هيطلع مجموعة من النتائج بتاعته هتساعد في شكل الريكفري بتاعه، النوتريشن بتاعه هتحسن من شكل النوتريشن بتاعه، الحمل التدريبي بتاعه، فالنتائج دي كلها مفروض ان هي هتساعد المدربين والأجهزة الفنية والطبية في الاتحادات الرياضية على تحسين الأداء بشكل عام. في شق تاني من ضمن الموضوعات اللي هيكون موجودة فيها ان احنا هنبدأ ناخد مجموعة من الأبطال الرياضيين المحققين ميداليات أولمبية ونبدأ ناخدهم، هو ده النموذج أو الشكل البرفورمانس اللي هيبني عليه أي رياضي في حابب يلعب الرياضة دي. الشكل ده هيساعدنا في توفير يعني ميزانيات كبيرة في مراحل الانتقاء، وهيساعدنا في الكشف عن ان احنا في بعض الرياضات هنبقى عندنا توجه بشكل عام ان الرياضات دي موجودة في محافظات زي اسكندرية وأسوان وأسيوط، وده موجود بالفعل. يعني رياضة زي رياضة المصارعة أغلب الأبطال الرياضيين في رياضة المصارعة من اسكندرية. أكيد مبسوطين بقيام وزارة الشباب والرياضة طبعا بأن هي بتحاول تطور في الرياضة مش بالشكل العلمي كمان، يعني مش بس بالمجهود زي ما بنقول اللي هي مثلا بتحاول تطور في المنشآت أو الحاجات دي، بس كمان في مجهود علمي بيتبذل. مشروع الجينوم الرياضي اللي احنا بنعمله النهاردة وابتدى هيبتدي في مصر، يمكن احنا عملنا نفس التحليل ده كده بس من حوالي 6-7 سنين، بس كان من انجلترا وما كانش في اي حاجه هنا طبعا في مصر نقدر نعملها، لكن دلوقتي نقدر ان احنا نستفيد بيها هنا في مصر. نقدر نستفيد من خلال التحليل بتطورات بقى في الاداء في التمرين وفي البطولات من خلال الريكفري، عدد ساعات الريكفري اللي احنا محتاجينها، مجهود التمرين بس. فطبعا يعني بنحب نشكر وزارة الشباب والرياضة على وطبعا الجهاز الرياضي العسكري ان هو قدروا يعملوا حاجة زي كده في مصر، وان شاء الله نقدر نستفيد بيها خلال الفترة اللي جاية عشان اولمبياد باريس 2024. هو انا لسه يعني لسه ما خلصتش التحاليل بتاعتي، بس طبعا دي حاجة كويسة جدا للرياضيين، وان هي هتنقل يعني الرياضيين لمستوى تاني ان شاء الله، وبدل ما كنا مثلا رايحين نجيب 10 ميداليات لا احنا هنجيب 20 30 50 ان شاء الله باذن الله. ودي طبعا فرصة كويسة للابطال الصغيرين لسه طالعين ان هم يعرفوا ينقوا منهم ابطال لكل لعبة، وإن شاء الله دي تبقى فتحة خير بإذن الله. طيب كلام محترم، بس الكلام اللي جاي محترم برضو جدا جدا، لأن كنا أنا وإنت بنتكلم كتير قوي على فكرة رد الجميل، والنادي الأهلي أصلا كان عندنا برنامج اسمه رد الجميل. صحيح. ودايما النادي الأهلي حريص إن هو يفتكر القدامى والرياضيين اللي قدموا كتير والناس اللي ارتبط اسمها بالنادي الأهلي وقدمت يعني أو كانت جزء من صناعة هذا التاريخ المحترم للنادي الأهلي. فحاجة مشابهة خلينا نقول في لفتة طيبة برضو، بس هنا للاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة اللي حرص على تنظيم فعاليات التقدير وتكريم قدامى اللعيبة الرياضيين الحاصلين على ميداليات بارالمبية، وكان كمان يعني بصوا في مرحلة أو في حالة كده هنقول سعادة رائعة جدا في اليوم ده، وكان في اجتماع بالرياضيين سواء كمان أنت بتتكلم على مستوى الشخصي أو مع الناس، وفكرة أن أنت تقول لهم يا كريم أو تقول لحد قدم كتير وخلينا نقول مشواره انتهى لكن اللي قدمه لسه موجود واسمه لسه موجود تقول له شكرا. على فكره بتفرق بشكل كبير جدا طبعًا. يعني شكرا والله كلمه بسيطه بس طبعًا. بتفرق جدا، او تقول له احنا فاكرينكم وفاكرين انجازاتكم الرياضيه برضو بتفرق بشكل كبير. خلينا نتابع التقرير ده ونرجع نكمل. النهارده تكريم الرواد، وده يعني اهم ما في الموضوع، ان مش تكريم عادي، ناس بنفتكرها او بيفتكرونا بعد 30 و40 سنه من تحقيق ميداليات بارالمبيه. رجعونا زمن بعيد جدا وزمن جميل جدا. كل الشكر للاتحاد العربي وللشيخ الدكتور خالد الثاني رئيس الاتحاد الشرفي للاتحاد العربي، وشكرا للكابتن إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي، لأنه فعلا رجعونا 30 و40 سنة ورا
واتمنى ان اولادنا يحققوا احسن مننا ان شاء الله رب العالمين. النهارده احنا بنكرم الرواد اللي حصلوا على ميداليات اولمبيه بارا اولمبيه قبل سنه 85، لان دول طبعا جيل اصبح عدد قليل منه بس الموجودين النهارده. فاحنا لقينا من واجبنا في الاتحاد العربي الكابتن ايهاب حسنين رئيس الاتحاد اقترح الفكره على اعضاء مجلس الاداره، وبالفعل تم الموافقه عليها ان احنا نكرم الرواد سواء بقى في مصر او في العالم العربي. الحقيقة طبعاً هي خطوة مهمة جداً، لأن الرواد دول مش بس حققوا بطولات لبلدانهم، لا كمان في حاجة مهمة قوي إن هم شعلة نور وطاقة أمل لكل الناس اللي عندها مشكلات في الحياة وبتشكي إن أنا مش قادر أنجح، مش عارف أنجح، محدش بيساعدني. فالأبطال متحدي الإعاقة دول قدروا يتغلبوا على الإعاقة بتاعتهم اللي هي أصعب حاجة، ويحققوا نجاحات كبيرة جداً تبهر مجتمعهم وتبهر العالم كله. ميدالية دي اللي احنا حصلنا عليها كانت سنة 84، ميدالية فضية سنة 84. لما يجي التكريم بتاعها السنة دي حاجة احنا فرحانين بها جدا، يعني كلنا على فكرة، كل الفرقة كلنا مبسوطين جدا ان حصل لنا تكريم يعني وكده، الحمد لله. يعني هو النهاردة دي كانت يوم الأمل، يوم السعادة، طبعا بفضل سفير السعادة سعادة الدكتور الشيخ الدكتور خالد بن ثاني ابن عبد الله الثاني، اللي طبعا الرئيس الفخري للاتحاد العربي، ان اول لما عرضت عليه الفكرة رحب وقال نكرم الأبطال من ذوي الحق. الفكرة عبارة عن ان احنا قلنا نكرم 25 سنة دورة بارالمبية من سنة 1960 ل 1984، فحصرنا كل اللاعبين العرب اللي عدوا 60 سنة وكرمناهم. طلع في الوطن العربي 16 لاعب ولاعب، مصر فيها 8. فالنهاردة كان التكريم الأكثر من مصر، كانوا اتكرموا هنا في نادي القاهرة، وأنا سعيد إن نادي القاهرة بعد الحفلة أعطى هدية لكل لاعب اتكرم النهاردة العضوية الفخرية للنادي. يعني أنا ابن النادي الأهلي وتربيت فيه من سن 13 سنة 12 سنة، وقبليها كنت في مركز شباب. بعد كده جه مصطفى عبيد الله يرحمه، المهندس مصطفى عبيد سكرتير السباحة في النادي الأهلي، خد الفرقة كلها وأنا كنت معاهم، وكنت بعوم مع الاصحاء، ما بعومش مع ما كانش فيه يعني ايامنا ما كانش فيه مثلا حته اهتمام بالمعافين دي. فالحقيقه كنت المدرب كان بيعاملني كابتن عبد الفتاح الله يرحمه، كان بيعاملني معامله واحد عادي، ما عندوش حته بقى ان عندي بقى اصابه في رجلي ولا بتاع، لا 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 لا، كنت انزل واتطحن مع السباحين. والحمد لله حتى في كاس احسن سباح في النادي الاهلي سن 14 سنه خدت ثالث احسن سباح في النادي في الناشئين. وبعدين اشتركت مع النادي برضو في بطوله الوتر بولو تحت 17 سنه للناشئين، وخدنا بطوله الجمهوريه.
ده بالنسبة لدرجات الحرارة. أما بقى حالة الطقس المتوقعة في الأيام القليلة القادمة فده اللي هنتعرف عليه من خلال الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الفل عليك يا دكتورة منار وأهلا بحضرتك معانا. صباح الفل على حضرتك أستاذ كريم وأستاذة نهاوند وكل السادة المشاهدين، أهلا بحضرتك يا فندم. نقدر نقول بقى هنبتدي خلاص ندخل في الأجواء الأكثر برودة الأيام اللي جاية ولا لسه شوية؟ بالفعل احنا كله طبعا مقتربنا من فصل الشتاء، كل ما لقينا درجات الحراره بتتجه نحو الانخفاض بشكل كبير. يمكن احنا شفنا بعض التقلبات الجويه امس واول امس ما بين نشاط الرياح المثير للرمال والاتربه، اضطراب ملاحه بحريه، وايضا انخفاض في قيم درجات الحراره، يمكن بتحول الكتل الهوائيه من الكتل الهوائيه الجنوبيه اللي كانت مقصره بالاتربه والرمال المثار امس واول امس الى كتل هوائيه شماليه. بدات الاتربه والرمال المثار تزال من كافه مناطق الجمهوريه، وبدأنا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، لأن أصبحت كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. اليوم في انخفاض في قيم درجات الحرارة عن أمس بحوالي من درجتين لثلاث درجات، لأن اليوم متوقع عظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 22 درجة مئوية، خلال فترات الليل متوقع أن هي تكون 15 درجة مئوية. فبالتالي أجواء فترة النهار أجواء أقرب للأجواء الشتوية اللطيفة تماما في معظم محافظات شمال البلاد، معتدلة في المناطق الجنوبية اللي هي جنوب الصعيد، أغلب مناطق الجمهورية فيها انخفاض في قيم درجات الحرارة. لو جينا نتكلم على فترات الليل بيحصل طبعا انخفاض في قيم درجات الحرارة، بيبقى محسوس أكتر فترات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، صغرى فترة الليل 15 درجة مئوية. المدن الجديدة الأماكن المفتوحة بشكل كبير تحسها كمان أقل من ال 15 درجة مئوية، الكتل جافة فبحس أكثر بالبرودة والأجواء الباردة في معظم محافظات الجمهورية خلال فترات الليل. يمكن اليوم متوقع كمان يكون في نشاط نسبي للرياح، وطبعا أقل من أمس وأول أمس، هيخلينا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة فترة النهار فترات الليل. فرص الأمطار اللي موجودة النهاردة موجودة فقط على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، السواحل الشمالية، مطروح، الإسكندرية، شمال الوجه البحري، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، كمان دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، على فترات متقطعة من اليوم. مع غدا الثلاثاء إن شاء الله تبدأ تهدأ سرعات الرياح تماما في معظم المحافظات، تتلاشى فرص هطول الأمطار، ويبقى معانا انخفاض قيم درجات الحرارة. وبعد كده إن شاء الله في الأيام اللي جاية هيظل انخفاض قيم درجات الحرارة فترات الليل تحديدا موجود معانا، فلازم ناخد بالنا من البرودة والأجواء الباردة. خلاص نبدا نرتدي الملابس الشتويه لو احنا بنخرج فتره الصباح الباكر او بنرجع من اشغالنا فترات الليل المتاخر، لان مش هيحصل ثاني ارتفاعات قيم درجات الحراره بالشكل الكبير. هتظل درجات الحراره في الايام المقبله ما بين 24 او 25 درجه مئويه فتره النهار، 15 ل 16 درجه مئويه فتره الليل. بس 24 يا دكتور، معلش مع احترامي لمقاطعه حضرتك، 24 25 ده يعتبر مش شتاء ابدا يعني ولا ايه؟ ما هو ده الاجواء الخريفيه، احنا لسه ما بداناش فصل. امتى الشتاء بقى؟ الشتاء رسميا 22 تقريبا صح؟ 21 ديسمبر، يعني احنا لسه في شهر قدامنا على بدايه فصل الشتاء. في فصل الشتاء طبعا درجات الحراره بتبدا. هم غيروا المواعيد ولا هو من زمان كده؟ لا هو من زمان في شهر 12، في نهايه 12 وبيستمر معانا الشتاء. هو مش المواعيد اللي اتغيرت، هي درجات الحراره. كنا بنحس الشتاء قبل شهر 12 بكتير يعني. ذروه الشتاء كمان عندنا في جمهوريه مصر العربيه بيبقى شهر 1 وشهر 2، يعني شهر 1 و2 هي اللي بتفصل درجات الحراره فيه اللي هي ال 14 وال 15 فتره النهار. فذروه الشتاء عندنا في شهر 1 وشهر 2، الشبوره المائيه كمان هتقعد تاني في الظهور، يمكن احنا ما شفناهاش الايام الماضيه. من غدا ان شاء الله هيكون في شبوره مائيه فتره الصباح الباكر. هي بس النصيحه المهمه في الفتره دي ان احنا نبدا نرتدي الملابس الشتويه على الاقل تكون شتويه خفيفه فترات الصباح الباكر او ساعات الليل. تمام، في اي؟ انا تمام. شكرا دكتور منار، شكرا لحضرتك. يعني هو كده كده انا شتيت من اخر تسعه فمش فارقه معايا. لوحدك كده والله في البيت كنت بقى قاعده مشتيه مش عارفه ليه، لكن على كل حال طبعا معروفه ان فصل الشتاء اقل بكتير مده من شهر الصيف، وده غريب جدا مع طبعا جلوبال وورمنج. دلوقتي بقت تلتين السنه صيف. دي على فكره دي تحت مسمى ربيع احيانا، صح صح. خريف احيانا، بس هو الخريف ابتدى يدخل برضه، ان هو والربيع. الاجواء فيه بقت شبه فعلا الصيف طبعا. يمكن الاسبوع اللي قبل اللي فات مش اللي فات انا فاكره كويس جدا، احنا كنا حتى وقتها قلنا احنا كاننا شهر 8. كانت الاجواء فعلا كانك شهر 8 ابدا، يعني اللي هو عز الصيف مش خريف ابدا. على كل حال
نروح فاصل لسه اخبارنا ما خلصتش ونرجع نكمل. طيب رجعنا لحضراتكم مره ثانيه، وخلينا برضو عشان ننقل اللي بيتبعت على السوشيال ميديا على الصفحه عندنا على قناه الاهلي. يعني فاكر انت لما كنا بنعمل توقعات المباراه واللي يكسب؟ كان كذا حد كان بيقول لنا وانتوا ليه ما بقيتوش تعملوا فقره سوشيال ميديا فقره التوقعات؟ اخر مره عملناها تقريبا كنا بنتكلم على تيشرت للنادي الاهلي حاجه زي كده، بس محدش وقتها كان اكيوريت لو انت فاكر. كان فاكر الفكره عامه بس فاكر كان امتى؟ بس احنا ممكن طبعا مش هنلحق لماتش بكره الاهلي وسموحه، بس ممكن نعمل ده الاسبوع الجاي لمباراه الاهلي القادمه، ممكن ان احنا نعمل توقعات ويبقى الجائزه برضو تيشرت النادي الاهلي. انا اعتقد ده يبقى او دي تبقى فكره حلوه جدا. طيب نروح نتابع دلوقتي زي ما احنا متعودين الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي والفرق المختلفه. معانا سالة حامد زميلتنا طبعا العزيزه من النادي الاهلي بالجزيره. هلا بونجور، سامعينك طبعا، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوندو، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده طبعا من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا نهاوندو حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نقول لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وخلينا نبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم طبعا تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. ويمكن النهارده طبعا الفريق بشكل طبيعي هيواصل تدريباته، التجمع هيكون الساعه 5 والتدريب هيكون الساعه 6 على ملعب مختار التتش استعدادا طبعا للمباراه بكره. ويمكن بعد التمرين الجهاز الفني طبعا واللعيبه بالكامل زي ما متعودين هيدخلوا في معسكر مغلق استعدادا للمباراه بكره واللي هتكون امام سموحه ضمن منافسات بطوله الدوري الممتاز لكره القدم، والمباراه هتقام في تمام الساعه 7 مساء على استاد المقاولين العرب. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. كمان بالنسبه لقطاع الناشئين في كره القدم وفريق 2003 تحت قياده الكابتن احمد عبد الظاهر، امبارح كان عندهم مباراه قويه مع نادي بيراميدز وانتهت بفوز النادي الاهلي بخماسيه 5 أهداف مقابل لا شيء بالنسبه لفريق النادي الاهلي. ويمكن طبعا يعني مستقبل النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي في قطاع الناشئين 2003 يمكن اسلام عبد الله سجل 3 أهداف هاتريك في مباراه بيراميدز، وكمان سمير محمد سجل هدف ومحمد وائل سجل هدف. ده طبعا بالنسبه ل مباراة امبارح مباراة بيراميدز واللي كانت الجولة 13 من بطولة الجمهورية لكرة القدم. ده بالنسبة لكرة القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى وملوك الصالات وابتدي معاكم بكره اليد في النادي الاهلي. طبعا فريق كره اليد رجال تحت قياده مستر ديفيد ديفيز المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. يمكن الفريق النهارده ايضا هيواصل تدريباته بشكل طبيعي الساعه 4، ويمكن يعني خليني اقول لكم ان جميع الفرق الرياضيه رجعت تاني تتمرن في صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي بعد التجديدات والتصليحات اللي كانت متواجده في الصاله. جميع الفرق رجعت تاني تتمرن على نفس الصاله داخل مقر النادي، والنهارده ان شاء الله الفريق عنده تدريب الساعة 4 عشان يستعد بكرة إن شاء الله للمباراة الأخيرة وآخر جولة في الدور الأول من بطولة الدوري العمومي لكرة اليد رجال. اخر مباراه بكره ان شاء الله هتكون امام نادي الزمالك وهتقام في تمام الساعه 8 مساء على صاله العاصمه الاداريه الجديده. ويمكن خليني اقول لك انا هوند اقول لك يا كريم طبعا انه الفريق من بعد مباراه الزمالك واخر مباراه زي ما قلت في الدور الاول من بطوله الدوري هيكون في توقف دولي بالنسبه لكره اليد مع منتخبنا الوطني ان شاء الله. من بعد يعني مباراه الزمالك هيتم الاعلان عن الاسماء اللي هتنضم لمعسكر المنتخب طبعا استعدادا لبطوله افريقيا واللي هتبتدي يوم 18 شهر يناير القادم. يمكن كمان يمكن الفتره اللي جايه جميع لاعيبه النادي الاهلي هتكون في المعسكر المنتخب، بس بعد كده هيرجعوا تاني للتدريبات مع فريق النادي الاهلي عشان هيبقى في سفر يوم 7 ديسمبر الشهر القادم ان شاء الله، وهيكون السفر للامارات استعدادا لمباراه السوبر المصري واللي هتقام في الامارات يوم 9 ديسمبر مع نادي الزمالك. طبعا بالنسبه لكره اليد ويمكن المباراه دي ان شاء الله هتقام على صاله الشيخ زايد بن سلطان النهيان، ده بالنسبه لمباراه نادي الزمالك. وبعد كده ان شاء الله تاني جميع اللاعبين هيرجعوا لمنتخبنا الوطني استعدادا لبطوله افريقيا والدور الثاني ان شاء الله بالنسبه لبطوله عفوا بطوله الدوري هتقام في شهر يناير او شهر فبراير القادم. ده بالنسبه لرجال كره اليد. كمان سيدات كره اليد حاليا في توقف دولي، وطبعا يعني خليني افكركم ان في 8 لاعبات من النادي الاهلي انضموا للمنتخب الوطني وهم امينه عاطف، فرح الشاذلي، امينه هشام، ليلى هيثم، رحمه محمد، منه الله السيد، رنا رادي، وروان سعيد. 8 لاعبات من النادي الاهلي انضموا لمنتخبنا الوطني، وان شاء الله التوقف ده هيكون لمده شهر، وبعد كده سيدات كره اليد هيرجعوا تاني للتدريبات الجماعيه عشان يستعدوا ويستأنفوا يعني باقي المباريات من الدور الثاني لبطوله الدوري العمومي لكرة اليد سيدات.
كمان خليني اقول لكم يعني بالنسبه لي كره السله وتحت قياده طبعا يعني مستر جاستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. بالنسبه للرجال يمكن اخذوا راحه لمده يومين من بعد مباراه الاتحاد السكندري وحاليا يعني بيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي، وان شاء الله من المقرر ان الاسبوع اللي جاي يوم 6 ويوم 8 من شهر ديسمبر القادم هتكون ده موعد يعني لمباريات الدور النهائي من بطوله الدوري المرتبط لكره السله، وهتكون ان شاء الله امام نادي سموحه، وجميع المباريات دي هتقام على صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادسه من اكتوبر. حاليا الفريق طبعا يعني الاسبوع ده هيكون فيه توقف ايضا دولي بالنسبه لمنتخبنا الوطني اللي هيكون فيه بطوله 3 على 3 بطوله افريقيا، ولكن طبعا يعني جميع اللاعبين هيكونوا منتظمين بشكل طبيعي مع الفريق، ما فيش حد يعني طبعا هينضم للمنتخب عشان بعد كده ان شاء الله النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا مع نادي سموحه زي ما قلت في الدور النهائي من البطوله. كمان سيدات كره السله كان عندهم راحه لمده اسبوع من التدريبات الجماعيه، وبكره ان شاء الله هيرجعوا يستأنفوا تدريباتهم مره اخرى عشان يستعدوا للبطوله القادمه ان شاء الله. يمكن من بعد بطوله السوبر كانوا في راحه سلبيه، ان شاء الله البطوله اللي جايه هتكون عندهم دور 16 من بطوله كاس مصر، ولكن لسه لم يتم التحديد يعني الموعد النهائي بالنسبه للبطوله، يمكن تقريبا ان شاء الله هتكون يوم 13 ديسمبر الشهر القادم. كمان النهارده يعني ملكات او يعني فتيات الذهب لكره الطايره النهارده ان شاء الله عندهم مباراه قوية جدا ومهمة طبعا ضمن منافسات بطولة الدوري، هتكون مع نادي الصيد في تمام الساعة 8 مساء على صالة الشهداء داخل مقر النادي. وكمان النهارده ان شاء الله فريق كرة الطايرة الماسترز النهارده عندهم ايضا تمرين الساعة 2، وعندهم مباراة بكرة مهمة مع نادي الشمس وايضا ضمن منافسات بطولة الدوري العام لكرة الطايرة، وهتقام في تمام الساعة 6 مساء على صالة الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. يمكن دي انا هوندي يعني وكريم طبعا كانت كل الامور يعني الخاصة بجميع الفرق الرياضية المختلفة داخل النادي الأهلي، وطبعا يعني المنافسات والماتشات وجميع يعني الأحوال طبعا بالنسبة لجميع الفرق وأيضا الفريق الأول لكرة القدم، بالتوفيق طبعا ليهم إن شاء الله بكرة في مباراة سموحة، طبعا يعني مباراة مهمة بالنسبة لفريق كرة القدم. طبعا أنا معاكم لو في أي سؤال، ولأن العودة مرة أخرى للاستوديو طبعا الكلمة ليك أنا هون، تفضلي. والله تغطية كالعادة رائعة منك يا سالة، بنشكرك جدا جدا عليها، شكرا ليك. تعالوا بقى نروح للدوري الانجليزي المشتعل، وفعلا العمليه ولعه على الصداره طبعا مع عوده الدوريات الاوروبيه في الفتره الاخيره بعد طبعا فتره التوقف الدولي، والكلام ده حصل في كل القارات اكيد طبعا استعدادا لتصفيات المونديال. كنا على موعد مع التفاصيل المعتاده بقى، الاثاره والمتعه والتشويق في الدوري الانجليزي اللي طبعا زي ما قلت لكم مولع حرفيا على الصداره. اول امبارح كان في كلاسيكو غير اعتيادي، مانشستر سيتي مع ليفربول اتعادلوا 1-1، انتهى الماتش بعديه النتيجه، واللي حصل او اللي نتج عنها دي النتيجه نقدر نقول ان الفرقتين عطلوا بعض، يعني فضل مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 29 نقطه، وبالتالي فضل ليفربول هو كمان في المركز الثالث برصيد 28 نقطه، والدنيا لسه في المزيد من الاشتعال الايام اللي لا منافسه قويه جدا كالعاده موت. يعني انت بتتكلم يعني عن دوري قوي جدا، واكيد الصداره كمان المنافسه عليها في الدوري الانجليزي شرسه للغايه طبعا. وانت بتتكلم عن نقطه وحيده هي بتفصل اصلا كمان، لو هنتكلم على الفرق المختلفه ليفربول عن مان سيتي، وعندك على الصعيد الثاني ارسنال انفرد برضه بالصداره. وانا معجبه جدا بارتيتا بصراحه، لانه من المدربين التقال جدا، حتى وان كان في بعض المواسم يا كريم مش بيتالق، لكن هو فعلا من المديرين الفنيين التقال جدا. هتكلم عن توتنهام كمان، هو خسر امبارح امام استون فيلا والرصيد بتاعه توقف عند ال 26 نقطه، ده في المركز طبعا الخامس. طيب على الصعيد برضه ثاني استون فيلا المفروض رفع رصيده ليصبح هنا 28 نقطه متساوي هنا مع ليفربول. على كل حال منافسه هنرجع نقول تاني مشتعله حرفيا فعلا، انت عندك الاول 30 الثاني 29 والثالث والرابع 28 نقطه، فهي منافسه كمان قريبه يعني انت بتتكلمش في جاب كبير طبعا. وهتفضل برضو خلينا نقول اعتقد بهذا الشكل لغايه الجولات الاخيره من البريمير ليج، يعني متعه حقيقيه بتتفرج على كره قدم وبتستمتع، مش ماتش وخلاص شغال وبتشوف كده اخطاء بتبقى قاعد تقول هو ايه اللي بيحصل. طبعا ده بيحصل عندنا بشكل كبير جدا، لكن نادر الحدوث خلينا نقول في تقريبا او تحديدا الدوري الانجليزي، واحد من اقوى الدوريات العالميه اللي هنفضل نقول تاني ما لهوش منافس فعلا، انا بعتقد كده او حميل لهذا الراي. على كل حال مزيد من التفاصيل خلينا ناخد على التليفون الناقد الرياضي الاستاذ مجدي سلامه. يا استاذ مجدي صباح الخير على حضرتك طبعا في البدايه. صباح الفل يا استاذ هندس، صباح الفل يا استاذ كريم، صباح الفل على كل متابعي قناه الاهلي. قبل ما اخش في اي حاجه بقى ليها علاقه بالمنافسات ومين اللي هيتصدر وليفربول وسيتي وغيره، انا عايز اسالك سؤال هاخد من اخر حاجه انا قلتها.
استاذ مجدي، بتشوف فعلا ان الدوري الانجليزي هيفضل كده في حته لوحده؟ يعني مش هيكون في منافس قريبا نقدر نقول، حتى ما بتكلمش بس يعني في الدوريات الاوروبيه، انا بتكلم في العموم في العالم، ولا برضو ده هيفضل عنده خاصيه مختلفه كده ما تفهمهاش؟ يعني لان هم عندهم اخطاء برضو تحكيميه، عندهم مشاكل، عندهم عنصريه من قبل الجماهير، بس برضو ده الدوري الانجليزي مختلف. خليني اعرف منك. طبعا بالتاكيد يمكن الدوري الانجليزي من اقوى الدوريات في العالم طبعا خلال السنوات الاخيره كلها. طبعا الدوري الانجليزي فيه منافسه بتظل مشتعله زي ما حضرتك اكدت دلوقتي. هنتكلم في ارسنال ومانشستر سيتي وليفربول واستون فيلا وتوتنهام، يعني خمس فرق بتنافس على الدوري. يمكن ده بيبقى الموضوع اللي صعب جدا لما بتشوف اي دوري تاني، بتلاقي مثلا فريقين ثلاثه بالكثير قوي لما يكون بينافسوا على لقب مثلا، انما احنا بنتكلم في خمس فرق بينافسوا يمكن فرق بين الاول لحد الخامس اربع نقط بس. خليني اقول لك يمكن السيتي بدا الموسم بشكل كويس جدا كالمعتاد، يعني مع زي ما عودنا السنوات الاخيره منذ قدوم بيب جوارديولا. يعني يمكن حقق اول سبع جولات الصداره حقق 18 نقطه، هو خسر بس مباراه واحده. بعد كده لقينا توتنهام يعني مفاجاه كبيره جدا وقدر يتصدر ثلاث جولات، بس طبعا مع الاصابات واهم لعيب عندهم في الموسم اللي هو جيمس ماديسون تعرض لاصابه، اثرت طبعا على مستوى الفريق. يمكن هو ساهم في 8 اهداف من 11 ماتش. خليني اقول لك طبعا ان ارتيتا يعني يمكن بيقدم مستوى مميز جدا جدا طبعا خلال سنتين الاخرى مع ارسنال، ويستحق طبعا ان هو يتصدر، واتمنى له طبعا ان هو يعني يكمل في الصداره ويتصدر الدوري ويفوز باللقب في النهايه. طبعا في يعني يمكن فريق جديد استون فيلا دخل في موضوع المنافسه على الدوري الانجليزي. يمكن استون فيلا مع اوناي ايمري حقق موسم جيد السنه اللي فاتت، حقق المركز السابع ودلوقتي دخل في المركز الرابع بحقق 28 نقطه، فطبعا المنافسه يعني قويه جدا. يعني دلوقتي بنتكلم على ان الموسم ده الصراع الوصول للصداره حاصل مع خمس فرق مش فرقتين او ثلاثه، بنتكلم في ليفربول ومانشستر سيتي وارسنال وتوتنهام واستون فيلا، يعني في خمس انديه بتتنافس على الصداره. طبعا زي ما قلت لحضرتك يمكن في خمس فرق طبعا بينافسوا على الدوري الانجليزي، والجاب بينهم قصير جدا يعني اربع نقط. بنتكلم في ارسنال ومانشستر سيتي ليفربول استون فيلا توتنهام زي ما حضرتك اكدت دلوقتي. سيتي طبعا معتاد ان هو بيقدم مستويات مميزه، بس هو ممكن خسر مباراتين، فده اللي خلته يعني ايه ما يتصدرش بالجاب الكبير اللي كان معودنا عليه خلال السنوات الاخيره. بس انا متوقع ان هو مانشستر سيتي يعني يعني مع الضغط بتاع شهر 12 اللي جاي ده، ممكن الفرق الثانيه اللي هي تستغل ان هو هيشارك في كاس العالم للانديه او الكلام ده كله في المباراتين دول، ويستغلوا مثلا الضغط البدني اللي عليه ويستغلوا ان هم يتصدروا او يفرقوا يعني بنقط اكتر يعني. طب انا عندي سؤال برضو استاذ مجدي، يعني الموسم اللي فات شفنا برضو مثلا على سبيل المثال ارسنال كان عامل بدايه قويه جدا ولعب مباريات كان بجد فنيا وعلى الصعيد النتيجه كمان كان رائع، بعد كده حصل دروب لارسنال، كنا كلنا متوقعين ان ارسنال بعد بص بقى غياب سنوات قد ايه هيرجع مره ثانيه، لكن برضو لم يوفق، لكن طبعا خلينا نقول ظهر بشكل مختلف تماما عن السابق، فادى امل شويه برضو لمشجعي ارسنال. تعال هنا بقى نتكلم الموسم ده، طبعا احنا صعب ان احنا نحكم دلوقتي، بس برضو لقينا برضو اللي ماشي بنفس المنوال هو استون فيلا، فاعتقد في تحس كده ان الموضوع فعلا مش متوقف على ثلاث فرق زي ما حضرتك كنت بتقول، لا في انديه اخرى ابتدت ان هي تصعب، عندها طموح بقى تطور في الاداء، بقت تنافس ليفربول تنافس مان سيتي، لكن السؤال هنا هل ممكن فعلا يصبح ده او يستمر ده للنهايه؟ لان احنا شفنا ارسنال ما قدرش ان هو يكمل للنهايه رغم كتير كان متوقع ده، يعني خليني اعرف منك قراءتك للمشهد هذا الموسم. هي بطوله الدوري دايما بتتعلق بالنفس الطويل، يمكن الفريق اللي هو اللي عنده نفس طويل بيقدر يجمع نقاط اكبر هو الفريق اللي بيحصد اللقب في النهايه. يمكن السنوات الاخيره اخر ست سنين احنا شفنا المشهد كله بيتصدره مانشستر سيتي، لا سيما بس ليفربول هو اللي قدر يعني يحقق في الفوز بلقب وحيد. صحيح. انما هي يمكن مانشستر سيتي دلوقتي بالفريق الحالي مع بيب جوارديولا يعني يمكن عنده شخصيه البطل بشكل كبير جدا، اللي هو بيقدر عنده نفس طويل في كل البطولات، اللي هو بيقدر يحقق اكبر نقط ومن غير ما يتعرض لخسارات كتير، فعشان كده هو بيحقق اللقب. فيمكن يعني اتمنى ان هو ارسنال يمكن يكون يعني يتعلم من اخطاء الماضي الموسم اللي فات،
ويقدر ان هو بدل ما يدي صداره زي المره اللي فاتت لمانشستر سيتي، لا يقدر بقى ان هو يكمل بشكل كبير جدا الموسم الحالي ده ويقدر يتصدى في النهائي. على ذكر ليفربول ومانشستر سيتي، غير المنافسه اللي بين الفرقتين على صداره ترتيب الدوري، في برضه منافسه جانبيه كده بين محمد صلاح وبين هالاند. محمد طبعا صراع على يعني لقب الهداف، هداف الدوري. محمد صلاح لغايه دلوقتي عنده 10 اهداف في حين ان هالاند عنده 14 هدف. شايف المنافسه ممكن تفضل مستمره ما بينهم، ولا في مرحله ما نظرا للغزاره التهديفيه اللي بيحققها هالاند فممكن المسافه تبعد شويه بينه وبين محمد صلاح؟ اكيد المنافسه صعبه جدا. يمكن هالاند عنده معدل التهديف بتاعه مرعب بصراحه، يعني يمكن هالاند بيقدم مستويات الفترة الأخيرة منذ قدومه للدوري الإنجليزي بشكل مرعب، يمكن سجل 50 هدف في 48 مباراة. أكيد محمد صلاح هيأثر عليه الفترة اللي هي موجودة مع منتخب مصر في أمم أفريقيا، يمكن هيشارك إن شاء الله يعني من 13 يناير لحد 11 فبراير لحد النهائي بإذن الله. فليفربول هيلعب أربع مباريات في الفترة دي. أكيد الفترة دي طبعًا هتأثر عليه إن هو مش هيقدر يشارك، فأكيد هالاند هيسبقه بالأهداف. إلا بقى لو هالاند اتصاب. يبقى عليه العوض. اه بالظبط. مشكلة دي. مش بني ادم، بقول لك انا مش بني ادم. جميل، احنا بنشكرك على وجودك معانا، شكرا جزيلا يا استاذ مجدي، نورتنا وان شاء الله كمان نسعد بوجودك معانا في الاستوديو عن قريب باذن الرحمن. تعالوا بقى نروح نتعرف على افضل خمس صفقات في تاريخ مانشستر يونايتد الانجليزي من خلال هذا التقرير، تابعوا معانا. صباح الخير على جماهير واعضاء النادي الاهلي الكرام. النهارده معانا تمارين للبط، نتمرنها في البيت بدون ادوات او بادوات بسيطه جدا. هنبدا اول تمرين معانا هيكون على الارض كده، تمام. هنرجع لورا، هنحط ايدينا عند صدرنا، مش هنحطه ورا رقبتنا زي الناس ما بتعمل كده، بتشد رقبتها، ده ممكن يسبب اصابه في الرقبه. هنحط ايدينا ومش هنطلع لفوق خالص، هنطلع بس نص طلعة كده. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة. مش هنطلع طلعة كاملة، لا، هي نص طلعة بس. ههتم ان انا يعني اتني بطني نفسها او اتني عمودي الفقري. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. وده كان أول تمرين معانا. تاني تمرين بقى معانا، هفضل زي ما أنا كده قاعد بس هنام ورا خالص، هفرد رجلي، ممكن أخلي ركبتي متنية سنة صغيرة وأطلع فوق. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. ههتم إن أنا أرفع الهيب عندي، علشان لو أنا ما رفعتش الهيب هبقى بشغل عضلات الهيب في الليكسورز، دي عضلات أصلا في الرجل، فلازم أقلب أو أتني العمود الفقري نفسه لفوق بالشكل ده. طب لو انا مش قادر اعمل التمرين ده اعمل ايه؟ هبتدي اتني ركبتي عليا كده وافرد ورجلي متنيه خالص، تمام كده بشغل عضلات البطن. لكن الخطا الشائع الناس بتعمله، بتشغل بس كده رجليها كده، هي مشغله البطن كثبات مش اكتر، لكن عضلات البطن ما تبقاش شغاله معاك كتمرين نفسه، تمام. تالت تمرين معانا، هنمسك حاجة بسيطة كده جنبنا، خلاص نميل كده لورا اهو، يعني مبقاش قاعد، ببقى مايل لورا، باخدها من هنا احطها هنا، ناخدها من هنا احطها هنا. دي بتشغل
العضلات الجانبية للبطن. رابع تمرين معانا هنام برضو وانا رافع ركبتي كده، ركبتي الاثنين اهم، هوصل لحد رجلي تحت، ببقى رافع ظهري سنه يمين وشمال شمال يمين بالشكل ده كده. تمام. في عضلات مهمه جدا في البطن ان احنا نمرنها برضو، وهي الترانسفيرسس ابدومينال. العضلات دي بتكون موجوده حوالين البطن كلها، ودي اللي بتقوم بشد الاعضاء الداخليه للجسم تجاه العمود الفقري جوه. تمام. دي ليها تمرينتين بس. اول تمرينه هنعملها اللي هي ان انا احاول اشد بطني لجوه، تمام، بحاول ان افضي بطني من الهواء خالص، واشدها لجوه واثبت على كده 30 ثانيه. تاني تمرين معانا لنفس العضله دي برضو هيكون على الارض، وهو تمرين البلانك. اثبت كده، حط كوعي واثبت، اجيب اخري، ما انزلش قبل ما اجيب اخري. جبت اخري خلاص هريح 30 ثانية أو دقيقة، وبعدين أكرر التمرين تاني 3 مرات مثلا. وكل التمارين اللي فاتت دي هنكررها برضو 3 مرات من 10 ل 15 عدة بالكتير قوي. كده مرنا عضلات البطن في البيت بدون أي أدوات تقريبا. كان معاكم الكابتن حسن، مع السلامة. عودة العشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم من جديد. في الفقرة دي منورنا لاعب مميز جدا في رياضة الجوجيتسو البرازيلي، حقق مؤخرا الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للمحترفين. الحقيقة هنفتح معاه الملف ده ونعرف حضراتكم كل التفاصيل المتعلقة بهذه الرياضة، لأن أعتقد إن مش كلنا عارفين عنها أو عارفين تفاصيلها. كل الكلام ده هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي منورنا محمد شمس، بطل العالم في الجوجيتسو البرازيلي، وما جالناش وايده فاضيه الحقيقه، مغرق الترابيزه ميداليات. منور الدنيا. اهلا بحضرتك استاذ كريم، ربنا يعزك. اهلا بحضرتك، منورنا بجد يا محمد. وما شاء الله يعني بجد طبعا كل ميداليه من دول فيها قصه وتحدي وصعوبه وكل حاجه، وانا برضو لابسه ميداليات ومعايا ميداليه افريقيا، هنتكلم في كل ده. بس قبل اي حاجه بحب دايما نعرف اكتر عن ضيفنا. كلمني اكتر عنك انا وكريم وطبعا الساده المستمعين، وفي نفس الوقت يعني انت ابتديت اصلا في ايه، وايه رياضه الجوجيستو اللي احنا مش عارفين ننطقها دي، يعني خلينا نعرف اكتر. تمام. هو البدايه كان طفل شقي عنده 10 سنين، كل شويه يعمل مشكله في الكلاس بتاعه مثلا، او المدرسين يشتكوا من ان هو مشاغب شويه. والله فكرتني بنفسي. ان هو مشاغب شويه في الفصل. انا خالي الكابتن هاني وحيد بطل عالم في الجودو. خالي جابني. اوكي، يعني ده حاجه في الوراثيه يعني عموما. فخالي جابني قال لي بص احنا هنروح مكان، المكان ده هتطلع فيه كل طاقتك عادي جدا، وتضرب اللي انت عايزه براحتك، بس الناس هتسقف. والله انا كنت مروق زملاتك. قال لي بس الناس هتسقف لك بقى ساعتها، مش هيجوا يشتكوا لباباك ويشتكوا لي منك. قلت له حلو، ده انا هو الدخل اللي خلك دخلك. انا مبسوط، انا عايز اخش المكان ده. فخدني بدات في رياضه الجودو، بدات ان انا ابدا تدريجي فيها بطوله المنطقه، وبعد كده الجمهوريه، وبعد كده وصلت للمستوى الدولي فيها، ان انا بقيت بطل عرب سنة 2018، كنت ساعتها في ثانوية عامة يعني. بقيت بطل عرب في الجودو، وبعد كده كنت في المؤسسة العسكرية في إسماعيلية. المؤسسة العسكرية دي هي مدرسة، منها بدرس ومنها إن أنا بتمرن في نفس الوقت. مدرسة عسكرية. بدني فيها يعني طول الأسبوع، وبعسكر ومعسكراتي كلها تبع إيه؟ المؤسسة العسكرية دي. أوكي. دراستي وتمريني كلها فيها. بعد ما خلصت المدرسة العسكرية وخلاص تمام، بدات ان انا اتطرق بقى ان انا اشوف الجوجيتسو البرازيلي، بشوف لها بطولات كتير جدا في الامارات، وكنت متابع ده يعني. وكابتني برضو اللي حط يعتبر رجلي في رياضه الجوجيتسو دي هو كابتن احمد فهد. طب انت ايه اللي خلاك اصلا تعمل الشيفت ده وانت قاطع شوط زي الفل وانت في ثانويه عامه بطل عرب في الجودو؟ طيب، ان انا قاطع شوط كويس في الجودو، حبيت ان انا اطور من نفسي، ولما لقيت ان الرياضتين قريبين من بعض، بس الجوجيتسو مدياني ability اكتر، ان انا فاهم مش مقيداني في التحكيم بتاعها او القانون او كده. حسيت ان انا هبقى حاجه في اللعبه دي من قبل ما ابداها يعني، لان انا يعني شفت ان القانون بتاعها
هيساعدني ان انا اطور من نفسي في حاجات كتير جدا. هو كان ايه اللي كان محجبك؟ محجبني في الجودو ان انا مثلا التوطية، انك ما تمسكش البنطلون، الكلام ده كله. لما انا دخلت الجوجيتسو بدأت الحاجات دي كلها بالنسبة لي ايه، انا افيلوبل بالنسبة لي ان انا اخش ان انا اعملها. فده خلاني ان انا اكتسبت قوة. مثلا لو انا في الجودو مثلا 70 او 100، لا انا بقيت في الجوجيتسو مثلا 200 بالحاجات اللي هم مش محظورات بالنسبة للجوجيتسو عن الجودو. حلو ده جدا، لا يعني تاريخ طويل بجد يعني. وبعد كده بقى بدأت ان انا برضو اتطرق من الجوجيتسو ان انا العب سامبو. سامبو دي مصارعة روسية ابتكرها الجيش الروسي. بس ده حاجة يعني استعراضي اكتر صح ولا انا السامبو ولا هو مقسوم حاجتين؟ السامبو كل دي العاب قتالية. كل ده العاب مفيهاش اللي هي تبقى شوية تبقى مفيش استعراض، كل ده العاب قتالية نزالية. اوكي تمام. السامبو والجوجيتسو والجودو كل ده مشتق اصلا من الجوجيتسو. الجوجيتسو دي الام. الجوجيتسو برازيلي والسامبو الجوجيتسو البرازيلي ده مشتق من الجوجيتسو العربي. العربي لفت النظر لا 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 انا يعني انا حبيت ان انا اخش في حته الجوجيتسو دي لان انا كان عندي شغف ان انا اخش لها لما كنت بشوف البطولات بتاعتها في الامارات وكده يعني. قال لك كاستعراض؟ لا مش استعراض خالص. لا مش استعراض. استعراض. ده لاعب جنوب برضو افريقيا. برضه على فكره عايزين برضه فرصه وانت معانا يعني حتى عرفنا احنا شخصيا تفاصيل الرياضه دي. دي سامبو بيتش اللي انا بلعبها. دي سامبو بيتش البطوله دي كانت في الكاميرون. اوكي. متقسمه لحاجتين، في سامبو ان انا سامبو عاديه سبورتيف الفئه بتاعتي دي بتبقى على بساط عادي، وفي سامبو بيتش بتتعمل بعدها بثلاث ايام. أوكي. تمام. او بيومين في نفس البطوله وفي نفس المكان اللي احنا ولازم فيه. كده يبقى في ورا بعض حسب بيبقى في اوزان معينه بينظمها الكوتش في السكور ويقول لك اه انت لعبت عادي سبورتيف ممكن نلعبك شاطئيه. أوكي. او بيتش. هو الرولز بتاعتها من الفيديو، معلش اعرضوه تاني لو سمحتوا، الرول اللي احنا شفناها يعني انا شفت الموضوع ان انت تخلي او تسيطر على التاني او على الارض يعني البيتش. البيتش مختلفه عن السبورتيف ان دي مجرد ما كتفه او ظهره يلمس الارض خلاص انا خلصت. اوكي. يعني دي في الرمله، كل واحد بيسعى ان هو يوقع التاني. دي في الرمله وقعه واحده خلصت الماتش حتى لو على جنبه، مش شرط ان هو ينزل على ظهره. بالنسبه للسبورتيف لازم فيها نقط بقى، ونزل على جنبه بتحسب نقطه واحده ولازم بس ده الجيم ايه، دقيقتين ولا ايه؟ السامبو بيتش دي الجيم دقيقه. ما انا بقول لازم بقى تخلص في اول دقيقه. اللي بيخلص بقى بيبقى مين يعني؟ الوزن واحد مش كده؟ الوزن كده كده واحد. الوزن مش كده؟ تمام. اللي بيفرق ايه بقى؟ التكنيك. اللي بيفرق سرعتك انك انت تخطف المهاره، وانك انت عارف ان انت داخل بتعمل 1 2 3 تبع تعليمات المدرب بتاعك، انك انت متفق معاه ان 1 2 3 هخش اعمله او انفذه في الماتش ايا كان اللعيب اللي قدامك ايه، بس انت بتهندل اللعيب اللي قدامك ان انا هعمل دي. يعني انا التكنيك بتاعي واحد كده كده، اي فيديو ليا هتلاقيني برمي بنفس الحركه. طب مش ده ممكن يسهل مهمه المنافسين اللي هيلعبوا ضدك في الماتشات التانية؟ ما انا بتمرن وبشتغل على نفسي اكتر، بتمرن اكتر يعني تمرينتين او ثلاثه في اليوم استعدادا للبطوله اثناء المعسكر او كده. وده بيخليني ان انا مستعد ان انا انفذ برده مهارتي في اي حد. يعني حته ان انا بشتغل بسن المهاره بتاعتي ان انا اشتغلها مع اي حد. مين اللي خسرك قبل كده في الرياضه دي؟ مين اللي وقعك في السامبو؟ السامبو انا كتفي اتخلع في السامبو وانا في المنافسات الاسبورتيف في دور السيمي فاينل. مين اللي خلع كتفك بقى؟ اللي خلع كتفي لعيب النيجر. تمام. ده وانا بلعب معاه كتفي اتخلع وتفوق عليا بنقطه واحده، خدها كانذار تفوق الفني. بس يعني اللي هو مش خد سكور عالي او كده، يعني هو خد نقطة بإنذار دي خسرتني. وساعتها أنا رحت رديت كتفي في مستشفى في ياوندي، دي مدينة في الكاميرون. وأصرت إن أنا أرجع وأكمل منافسات تاني، يعني ألعب على الميدالية البرونز، وما رجعتش إلا لما رفعت اسم مصر على منصة التدويج الدولية في الكاميرون يعني. جميل جدا يا محمد بجد والله، يعني مبسوطة وإحنا بنسمعك. دي كده في اللي فاتت دي في في الماتش بتاع النيجر اللي أنا برضو كنت كسبان 1-0 أول حد آخر الماتش يعني. والماتش ده انا اتفوقت عليه يعني فيه. حلو قوي. طب انت يعني هنرجع تاني لتفاصيل المنافسات. تمام. لان لازم نعرف مش كل طبعا ده وقت بس على قد ما نقدر يعني. تمام. طبعا وانت لابس اخر ميداليتين عامه، اخر ميداليتين حصلت عليهم فهنجي لهم، بس خلينا برضو نعرف اكتر عندك، وده جزء من الجزء الاخير من سؤالي في اول الحلقه. اتفضلي. انت ايه بقى بتشتغل؟ درست ايه؟ بتهندل هنا وهنا ولا معتمد بس على انك بطل عالم؟ وهل ده مكفيك؟ انا عارف دلوقتي ليكوا معاشات تقريبا، مش معاشات، سالري يعني. رواتب. انا اسمي محمد شمس. في حته الجودو والجوجيتسو والسامبو والكلام ده انا بتمرن وقاسم حياتي لحاجتين، مكرس حياتي لحاجتين، ان انا اشتغل، انا ترينر في جيم كبير. حلو. تمام.
وقسم حياتي ان انا بتمرن وبشتغل علشان الفلوس اللي انا اجيبها بحيث ان انا اطور من نفسي بيها. ما احتاجش يعني ما بتاخدش مرتب ثابت مثلا هو اللي بيعيشك؟ لا مش كان فيها قرار من الرياضه. لا انا لسه ما اتكرمتش برضو من ده بطل العالم من وزير الشباب والرياضه كده. هيجرنا بقى للكلام في الموضوع ده الملف مش عايزين نروح له والله. انا لسه يعني حد تواصل معايا من مكتب سياده الوزير اشرف صبحي وقال لي هننسق معاك ان احنا ان الوزير يكرمك او كده. لا هو حتى يعني بجانب التكريم طبعا وده شق معنوي. وخليني اقول لك طبعا احنا ممكن نكلم المتحدث الرسمي باسم يعني الوزاره طبعا دكتور محمد فوزي صديقنا وممكن تمام. لان ده يعني ده اقل حاجه تتقدم لك انت بطل عالم تمام. فده شق ما تقلقش منه. بس الشق الثاني غير التكريم هو المفروض يكون فيه شق يعني مادي بطل عالم مش موجود ده اصلا. عرفنا كده باختصار الدنيا ماشيه ازاي. يعني هل انتوا تابعين يعني انتوا الرياضات دي تحت مظله اتحاد من اتحادات الرياضات بالزبط. القتاليه بالزبط. ولا هو اتحاد مستقل؟ لا هو الجودو هو الاتحاد الرسمي للجوجيتسو والجوجيتسو لجنه من اتحاد الجودو ده انضمت مؤخرا للاتحاد الجودو. الابطال بقى في الرياضه اللي انت بطل فيها بيتعاملوا ازاي بقى في الاطار اللي احنا بنتكلم عنه؟ المادي المادي انت بتكسب بطوله بعد البطوله بيكون ليك مكافاه بتاخدها تمام. كام بقى يعني مثلا؟ يعني بطولة الكاميرون اللي انا كتفي اتخلع فيها دي 2500 خدت فيها 100 دولار بس. 100 دولار؟ لا معقولة؟ والله بس 100 دولار وخدتهم في الكاميرون اصلا بعد ما خلصت ادوني 100 دولار وخلاص جيت هنا تمام يعني. معقولة؟ هل نقلتوا الكلام ده للدكتور اشرف صبحي؟ كلمت انت شخصيا او اي حد من تابعينك؟ لا بصراحة ما عرفتش اتواصل مع الدكتور اشرف يعني. بس اعتقد الفرصه بتحققها بالحوار اللي داير دلوقتي اصلا ان شاء الله باذن الله. يعني انا عندي امل ان حد من الوزاره ان هو يتواصل معايا. لا انا اقول لك على حاجه اسهل بدل الامل. تمام استنى بعد الحلقه بكلمك بجد. تمام هنعمل مكالمه على طول مش لازم دكتور اشرف على طول. تمام. نكلم دكتور محمد فوزي. تمام فاستنانا لغايه نهايه الحلقه ده وعد مني. مفيش اي مشكله بس الموضوع بسيط هي مكالمه تليفون وفي نفس الوقت ده حقك. مفيش مشكله خلاص عادي مشكلة. واحنا على مستوى العالم بقى في الرياضه دي واصلين لفين؟ الجوجيتسو يعتبر مصر بدأت تتحط على خريطة العالم فيه لأن مصر يعتبر من الدول القوية جدا في الجوجيتسو وفيها لعيبة قوية جدا جدا بينافسوا في الرياضة دي. مصر نظمت أكبر بطولتين لفئة الجوجيتسو في أبو ظبي يعني استضافت النسخه بتاعت البطوله لمصر وعملت بطوله قويه جدا وخسرت الدنيا سواء في بطوله العالم او بطوله افريقيا اللي هي الاي جي بي. اوكي يعني احنا ماشيين انا شايف ان الدنيا ماشيه كويس والجوجيتسو بدا ينتشر بصوره اوسع واكبر الفتره اللي فاتت يعني. حلو مع الانتشار الواسع ده ومع الرانكينجز اللي بتحصل ومع الميداليات اللي بتجيبها لمصر تمام المعسكرات واستعداداتك كبطل لازم تكون ليها برنامج ولازم أيوة. يكون ليها كمان مش هقول سبونسر بس ليها تغطية أيوة. سواء بقى من سبونسر وطبعا ده أنا عارفة مش متوفر أو من الاتحاد أو أيوة. من الوزارة أوكي فهل ده متوفر ولا كمان المعسكرات بتبقى على حسابك وهل أصلا أنت عايز معسكرات داخلية فقط ولا كمان لازم معسكرات خارجية؟ مبدئيا المعسكرات ما بيكون في بطولة قريبة مثلا كبيرة بنتجمع في المعسكر وبنعسكر مثلا ما يقارب لشهر أو شهر ونص في المركز الاولمبي في المعادي. داخلي كله يعني ده داخلي بنبدا ان احنا نتعد بدنيا ونفسيا ان احنا نطلع يعني نلعب باسم مصر بره. بس حته الاحتكاكات بره دي مش قد كده برده دي حاجه يعني انا شايفها ان هي حاجه كويسه جدا وهتفرق مع كل لعيبه يعني طبعًا. احنا طبعًا. مش اقل من حد بره ان احنا نطلع ننافس. طب وفي معسكرات جوه خلينا في جوه مبدئيا تمام. بيحصل ايه بقى في المعسكرات؟ المعسكر انت بتتمرن 3 تمرينات في اليوم تمام تمرين بدني وتمرينتين في الرياضه في الفنيات بتاعه الرياضه بيكون محسوب لك نظام غذائي داخل المركز الاولمبي انت بتاكل اكل محسوب السعرات الحراريه بحيث ده بس فقط وقت المعسكر وقت المعسكر اللي هو شهر ونص مثلا انك انت تخش تتاهل انك تخش البطوله اوكي قبل كده مش قادرين نطلع بابطالنا معسكرات خارجيه هل بيتم جلب بعض الرياضيين المميزين او المدربين المميزين في الرياضه دي في الجوجيتسو الفتره دي لا ما فيش ده لان الجوجيتسو لسه داخله مصر قريب يعني الناس لسه ما عندهاش نوليدج ان هي عارفه يعني ايه الرياضه دي اصلا ولا يعرفوا اسمها اوكي فاهمني فلسه الموضوع بدا ان هو ياخد انتشار لما مصر بدات ان هي تستضيف نسخ بطولات العالم هنا يعني في سيدات في الرياضه دي الجوجيتسو فيها سيدات طبعا مصر محققه فيها برضه فيها ناس كتير جدا قويه يعني في حته السيدات دي يعني
في حته، لان الجوجيتسو رياضه ان شاء الله باذن الله انا شايف لها مثلا يعني من وجهه نظري ان هي قدامها تلاقيها الرياضه الاولمبيه باذن الله. ولو حد عايز يبدا مثلا السن المناسب كام؟ سن الجوجيتسو مثلا لو ولد او بنت مثلا من 9 سنين عشان يبدا ان هو يكون عنده قدره استيعابيه ان هو يستقبل تعليمات المدرب بتاعه وينفذها بشكل صح. يعني انا حاسك بتفكري. انا بفكر اسال عن ميداليات. مش طالع بنيه صافيه ابدا، قالت لك لحد الاخر والله حاسس بياخدوا حد في الثلاثين. عادي ما فيش مشكله، الرياضه عموما كويسه ملهاش سن معين يعني، وتقدري تمارسيها من اي سن. لا بس انا هقع على طول، مش هقدر. مش هيبقى هدفنا بطولات، مش هقع والله، مش هيبقى هدفنا بطولات، هيبقى هدفنا ان احنا ندافع عن نفسنا، عايزين نطلع لها الطاقه. محمد عايز اسالك برضو عشان الوقت، الميداليات يعني انا ما اعرفش اخترت اثنين عشان اللون بصراحه، بس يعني بحب الاحمر. اشرح لنا ايه الميداليات دي، وانت كمان لابس ميداليتين ودول اخر بطولتين. اه دول اخر بطولتين شاركت فيهم. الميداليه الذهب دي ذهبيه وزن 94 كيلو في بطوله افريقيا للجوجيتسو البرازيلي، تمام. ودي برده فضيه وزن 94 كيلو لوزن 94 كيلو بس منافسات بدون بدله، يعني في بدله وفي بدون بدله. اوكي. تمام؟ انا بنافس ببدله وبنافس بدون بدله، يعني الدهب بدون بدله، الفضيه دي يعني ايه ببدله وبدون بدله؟ معلش. الجوجيتسو رياضه بتقدر انك انت تنافس فيها بمنافستين، المنافسه الاولى انك انت بتلبس بدله زي بدله الجودو كده، تبدا تشد زميلك منها ممكن تخنقه او تكسره بالبدله دي عادي جدا. فرصه كويس نقفل، فرصه حلوه. اه يعني عادي انك ده بيساعد وبيسهل انك انت وده قانوني. اه ده قانوني عادي. بس خلاص. تخنق زميلك او تكسره. يعني فاهم؟ الله سهل تكسره؟ مش بكسره بالمعنى الحرفي، بس بكسره لحد ما وصله لنقطه الم ان هو يسلم. يعني في فيديو انا برضو يعني كذا سبمشن انا واخده في كذا بطوله، يعني بيوضح ان هو بمجرد ما دراعه خلاص انا جبت اخر الرينج اوف موشن بتاعه بيبدا ان هو. طب انت ممكن ما يعني لا ما تكنترولش الحاجات، ما تتحكمش في الحته دي. لا ما حصلش معايا، لان انا بحط نفسي مكان اللاعب اللي قدامي. في فيديو غير ده في بطوله افريقيا، كان لعيب برازيلي انا عملت معاه سبمشن على كوع. في فيديو انا بعته لهم بيقولها باداء اللي هو عملته مع الصح. انا عاجبني الموضوع ده على طريقه الطرح اللي هو عملته معاه الصح. اه يعني طيب والميداليات بقى اللي انا لابساها دي؟ الميداليه دي بطوله الجمهوريه للجوجيتسو البرازيلي، دول ميداليتين لبطوله الجمهوريه. اوكي. ورا بعض يعني، بطوله الجمهوريه كانت مثلا من 4 شهور، دي اللي اهلتني ان انا اطلع العب بطوله افريقيا، واللي بعدها برضو. وبعدين دي بقى بتاعت افريقيا دي حكايتها حكايه كبيره جدا يعني. لا نسمع بس بسرعه. عزيزه جدا على قلبي. دي ميداليه بطوله افريقيا للسامبو اللي كتفي اتخلع فيها اثناء منافسات في دور السيمي فاينل، ورحت المستشفى كتفي اترد ورجعت اصريت ان انا اكمل ان انا العب على الميداليه ده اللي خدت فيها 100 دولار. اه دي اللي انا خدت فيها 100 دولار. عالجت نفسك بقى بال 100 دولار؟ لا بعديهم صرفت عليهم بتاع 400 دولار. اه كتير يعني. تمام. رجعت رديت كتفي وبدات ان انا ايه انافس على الميداليه دي، كسبتها. وبعدها بيومين في منافسات تانية اللي هي السامبو الشاطئيه دي، لقيت اسمي كان موجود في السكور. الكابتن قال لي طيب يعني المطحنه اللي احنا شفناها من شويه دي. أوه. كانت بعد يومين من خلع كتفي. بعد يومين من خلع كتفي. انا قلت انا مش هرجع الا لما ارفع علم مصر تاني زي ما رفعته في ميداليه البرونز، ارفع برضو علم مصر. واحده بيجي له دور برد بيريح فيها اسبوعين. ما هو برضو انت عندك شغف انك انت لازم ترفع علم بلدك، دي بالنسبه لي انا شايفها ان هي حاجه حلوه. هي يعني هي. ان انا ارفع علم بلدي دي ازاي لوحده يخليك تحقق جزء من اكبر كده عنده باشن يعني بجد. انا يعني حته علم بلدي دي ترفع دي بالنسبه لي انا جميله جدا. وانا مش بشكرك دايما على رفع العلم ويبعد عنك كل شر يا رب. ونورتنا بحلقتنا. ربنا يعزك استاذ كريم. شرفتنا يا محمد بجد، بقولها من قلبي والله. بطل عالم رفع اسم مصر في اكتر من محفل دولي، والشغف اللي عنده باين مش محتاج ان هو يقول لنا عليه يعني. وزي ما انت بتتكلم ان انت شرف ليك ترفع اسم بلدك وترفع علم بلدك في العالم كله، اعتقد على الصعيد الثاني حقك ان المسؤولين عن هذه الرياضه في مصر يوفروا لك كل الامكانيات اللي انت محتاجها. ده كمان حقك علينا ان شاء الله باذن الله. هنروح فقرتنا دلوقتي اكيد كلامها هيكون على الكوره والحديث بقى عن الاهلي وطبعا الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا، وعندنا كمان ثقه طبعا خلينا نقول في فريقنا ان شاء الله ان هو يحقق كل الالقاب. ده الامل او ده اللي احنا بنامله كجماهير اهلاويه. كلام كتير على كل حال، خلينا بس في البدايه نرحب بالاستاذ رمضان حسن الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الفل. اهلا وسهلا. اهلا بيك، منورنا يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. شكرا. طيب تعالى نبتدي الكلام برؤيتك للماتش الاخراني للنادي الاهلي امام مدياما، والى اي درجه فكره الانتصارات القاريه
ممكن تبقى بتساعد وبتشكل حافز اضافي عند اللعيبه لما يرجعوا تاني للمنافسات المحليه زي مثلا الاهلي وماتش بكره مع سموحه؟ طبعا يعني هو اكيد كان النادي الاهلي محتاج يفوز على مديامه، مش عشان بس ان هو محتاج الثلاث نقط ويكمل مشواره ان شاء الله نحو الاحتفاظ باللقب، لكن كمان عشان خاطر انه الاهلي اخر اربع ماتشات في افريقيا البطوله الدوري الافريقي ماتشين كانوا قدام سيمبا وماتشين قدام سان داونز ما حققش الاهلي فيهم الفوز، وبالتالي ده كان يعني رقم او معادله صعبه على جمهور النادي الاهلي اللي هو كان مستني ان الفريق يرجع للانتصارات. كمان كان سبق الماتشين دول كان في ماتش بتاع الجونه في الدوري قبل توقف البطوله يعني كان الاهلي تعادل فيه، وبالتالي كان الاهلي في حاجه شديده الى هذا الانتصار. الفوز النادي الاهلي على مديامة يعني ما جاش بالصدفه، بالعكس كان الفريق خاصه في الشوط الثاني بعض التغييرات اللي عملها مارسيل كولر الحقيقه اضفت قوه على الفريق وعلى الخطه. النادي الاهلي طبعا كان له افضليه رغم تصريحات بتاع مدرب مديامة اللي هو كان اتكلم قبل المباراه وقال انه كان عنده ثقه مفرطه انه لن يخرج او لن يهزم في القاهره. بجد يعني والله العظيم ما اصل كل حاجه بالمنطق يا جماعه. يعني ايه يعني ايه معلش ما احترامي والله يعني ايه فريق مديامة المدير الفني بتاعه كان طالع يتكلم منافسه مع النادي الاهلي ان انا في حته وانت في حته انك هتفوز عليا يعني ده يعني قامه هو بيبقى يعني لا لا في ناس لا اصل بجد لا منطق يعني لا ما لا هو طبعا بيعتبر هو ده حقه بس طبعا بس حقه يعني المشروع لما تتكلم بمنطق هو بيعتبر ان ده نوع من الحرب النفسيه يعني نفسية طبعا. ما هو وهو الحقيقه وفاهم ان ده حافز للعيب بالظبط هو الراجل كان صريح قال ايه لا ما ممكن تفك في كلمتين في النقطه سيب الراجل يحافظ على فكره لا يعني لا 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 ما انا اقول لك على حاجه هو ده هو بيعتبره نوع من الحرب النفسيه ده اولا ثانيا هو ارتكن او اعتمد على فكره انه النادي الاهلي لم يحقق الانتصار في اخر اربع مواجهات افريقيه شوف احنا بقى اللي جبنا ده لنفسنا معلش معلش بس ده طبيعي احنا جرأنا والله العظيم بتكلم بجد انت اللي تجرئ المنافس من الاداء السيء بتاعك الى حد ما بس احنا ما كانش اداءنا سيء بس لو ادائك وصل ان هو مثلا في مستوى فني غير لائق ان المنافس بتاعك يبدا يبقى عنده حلم ان هو هيعديك مع الجاب الكبيره كويس. اللي بينكم والاهلي رد عمل اهو ما الاهلي رد عملي يعني رد عملي لدرجه ان هو بعد المؤتمر اعترف وقال ان احنا بنلعب اقوى واكبر واعرق فريق في افريقيا والراجل اتكلم بشكل ايجابي جدا عن النادي الاهلي، لكن عموما التصريحات دي بتبقى تصريحات في المؤتمر الثاني اللي بعد اللقاء انه يقول ما معناه يعني سامحوني على الكلمتين اللي يعني معلش انا اتجرأت او غلطت فيعني عدوها لي معلش انا الطموح خدني لكن ده على فكره ده طبيعي وعلى فكره حتى رئيس النادي نفسه كان بيتكلم يعني رئيس نادي مديامة انه فريقه يعني لسه وليد العهد طيب ايه بقى من 10 سنين بس ان هم ما عندهمش قاعده جماهيريه لكن احنا اللي يهمنا من القصه دي انه النادي الاهلي نزل المباراه عشان خاطر ياخد يحقق الهدف منه هو الثلاث نقاط وده حصل فعلا يعني اعتقد انه النادي الاهلي كان زي ما قلت من شويه له افضليه في الشوط الثاني وقدرت التغييرات اللي عملها مارسيل كولر ان هي تعمل فاعليه كبيره على او في الشق الهجومي يعني طب بقيه المشوار بقى الافريقي للنادي الاهلي لان طبعا التقايل جايين لسه قدام يعني اللي فات ده كله مش هنتكلم فيه يعني الشغل المظبوط هنبتدي بقى نتكلم فيه الفتره اللي جايه شايف وتوقعاتك ايه المشوار النادي الاهلي في النسخه دي طبعا يعني انت لسه عندك دور المجموعات معانا مديامة ومعانا شباب بولوزداد ومعانا يانج افريكانز والنادي الاهلي الحقيقه في اسبوع واحد بيلعب ثلاث ماتشات منهم ماتش هو بيضطر يسافر بره يعني لعب السبت مع مديامة هنا بكره مع سموحه في الدوري وهيسافر المفروض يوم الاربعاء الى تنزانيا عشان خاطر يلعب السبت الجاي يعني حضرتك بتكلم في اسبوع واحد النادي الاهلي بيلعب ثلاث مباريات منهم مباراه خارج الارض وده الحقيقه بيعمل نوع من الارهاق لكن النادي الاهلي يعني دايما يعني في مفارقه كده كويسه انه النادي الاهلي لما بيحقق الفوز في اول جوله او اول مباراه او اول جوله في دور المجموعات وصل من القصه دي يعني تاريخيا ان هو قدر يفوز باللقب ثلاث مرات يا مسهل يعني اول انتصار في اول جوله بياخد النادي الاهلي يعني نقدر نقول عليها بشره خير يعني لكن طبعا المشوار ليس سهلا اكيد لان انت هنا بتلعب يعني النادي الاهلي قدره ان هو بيلعب مونديال انديه وبيلعب السوبر انا رايي ما تعدش هياخد وقت المصري والله وبيلعب دوري وبيلعب كاس وكده فكل ده بيعمل عبء على اللعيبه وبيبقى عبء على الجهاز الفني لكن وغير كده بصراحه
زي ما حضرتك قلت من شويه ان كل فريق في افريقيا طبعا عنده طموح مشروع. وانا النهارده معلش يعني اللي يمنعني ان انا مثلا اكسب الاهلي، او اللي يمنعني ان انا كمدرب ان انا اقول ان انا عايز اكسب الاهلي؟ موضوع طبيعي، لكن العبره بتبقى بالتنفيذ، مش او اللي هو مباراه دي في جبنا يعني. طبعا احنا الدوري الافريقي عشان نتكلم بصراحه، ماتشين سيمبا النادي الاهلي لم يفز فيهم، صن داونز خسرنا هناك وتعادلنا هنا، وبالتالي انت بقى عندك انديه مش انت واحده لك في الساحه. يعني حتى انا بقول ده حتى في الدوري المصري كان زمان النادي الاهلي يعني صحيح. دلوقتي في انديه بتطلع تنافس، وفي انديه عندها لعيبه كويسه، وفي انديه كمان بتدفع فلوس كويسه، فما بقتش وحدك انت موجود في الساحه. لكن عموما النادي الاهلي تاريخيا القاعده الجماهيريه الحقيقه والاستقرار الفني والاستقرار الاداري ودعم الجمهور بشكل متواصل للعيبه، اعتقد ان دي عوامل في الاخر هي اللي بيكون ليها مفعول السحر على الفريق، ودي اللي بتكون او اللي بتشكل الجزء الاكبر من الانتصارات ومن البطولات. مش الفكره في الاداء بس يعني. طبعا صحيح مليون بالمئه. طب مسيو رمضان انا عندي سؤال. اتفضل. يعني اتكلمنا في النقطه دي امبارح مع كابتن فتحي نصير، وعايز اعرف وجهه نظرك برضو طبعا حكم اطلاعك وشغلك. بنيجي دايما نتكلم ان بعد خروجك من موسم قوي واستثنائي زي الموسم الماضي، تلاقي ان في مشكله واجهها تحديدا الاهلي، وهي فقدان الشغف. مش شرط تحصل لكن حصلت، خلينا نبقى برضو صراحه، حصلت معانا بدليل ان انت بتلعب وبتلعب مع فرق يعني فنيا بعيده عنك جدا، لكن ما بنشوفش الشراسه في الاداء. يعني ممكن تكون بتحقق فوز، بس بتحقق فوز شويه بطلوع الروح، او بتحقق فوز بطيء. فهل ده سببه فعلا الفقدان للشغف؟ ولو هنقول ان ده سبب، مين هو المسؤول، اللعيبه ولا المدير الفني، ان هو لازم يعيد الشغف ويعيد الدوافع مره تانية ويجددها؟ يعني خلينا نفهم منك. لا، المسؤول الشخصيه المصريه. يعني حضرتك لو بتشتغلي في مكان المينتاليتي يعني لو حضرتك بتشتغلي في مكان فجاء مثلا مديرك او الناس لا النهارده هايل وبكره كويس ويوي، بعد بكره تاكدي ان انت هتلاقي نفسك خلاص انا الناس عايزه مني ايه، انا كده عملت اللي عليا والناس شايفاني ان انا كويس، فابدا اريح. هو ده الحقيقه شايف ان انا اللي انا بقوله ده مرتبط بالعقليه نفسها. غير كده يعني دي موجوده عندنا في مصر بس طبعًا. يعني انا بشتغل مش عشان انا لسه عندي هدف، انا بشتغل عشان الناس. انا النهارده لعيب كوره خدت خمس مش معقول الناس كلها كده خدت خمس بطولات. ما هو ده اللي اتكلم عنه مارسيل كولر، والراجل كان صريح في القصه دي انه يعني اكيد الاجانب حساباتهم وتفكيرهم غيرنا، ده ممكن امر جدا، ده امر يعني مفروغ منه. والراجل اتكلم في القصه دي مع بدايه الدوري، قال ان انا اللعيبه جالها نوع من التشبع، فكره انه انا خلاص كلاعب كوره خدت خمس بطولات مع النادي الاهلي بما فيهم افضل البطوله القاريه لدوري الابطال اللي هي كريمه البطولات زي ما بيقولوا، وبالتالي انا الجمهور محتاج مني ايه، فابدا يبقى في نوع من اللي هو الاستسلام. قصاد الاستسلام ده بيواجهوا المنافسين اللي هم الحقيقه. وعلى فكره ما هو المستويات في الدوري المصري طبعا النادي الاهلي عنده لعيبه كويسه والزمالك فيه لعيبه كويسه وبيراميدز، لكن في الاخر المستويات والمواهب ما هياش يعني مش كتير، والمستويات كلها قريبه لبعض على فكره يعني مش. فعشان كده مثلا الجونه لما الاهلي لعبوا في الجونه في التوقف، يعني طبعا في فروق بدنيه وفروق خبرات وفروق كذا كذا، لكن في الاخر داخل ارض الملعب ما بتبقاش الفروق يعني ملموسه قوي او ما بتبقاش ملموسه قوي، لانه زي ما قلت فرق عندها طموح مشروع، مدربين بتقرا افكار مارسيل كولر، مدربين بتقرا خطط النادي الاهلي، وده طبيعي، وكل مدرب بيشتغل على الخصم بتاعه. طب من نفس المنطلق بقى ما تيجي نبص بصه كده على سموحه وماتشنا معاهم بكره ان شاء الله، وسموحه عندهم فريق يعني كويس تحت قياده كابتن احمد سامي، فانت شايف ان يعني ممكن سير المباراه بكره يكون ماشي ازاي؟ وبرده عايز اعرف منك هل سموحه هيكون عندهم اي غيابات مؤثره ممكن تبقى النقطه لصالح النادي الاهلي؟ هو طبعا يعني ماتشات الاهلي مع سموحه بيبقى فيها نوع من يعني ما بتبقاش ماتشات سهله يعني، وخاصه احمد سامي مدرب متمرس وبيعرف من المدربين اللي بتعرف تذاكر النادي الاهلي كويس. سموحه مركز ال 12 عنده 8 نقاط، 2-2-2 خسر 2 اتعادل 2 وفاز مباراتين، عكس النادي الاهلي. النادي الاهلي متصدر الدوري وفاز 4 وعنده مباراه موجهه مع بلديه المحله، لكن الحقيقه سموحه عنده طبعا عناصر كويسه، عنده حد زي فادي فريد لعيب كويس، عنده حسام حسن اللي كان موجود مع النادي الاهلي، عنده اكتر من حد، لكن في الاخر الانديه الكبيره كتاب مفتوح
لكل منافسيها. صحيح. طبعا. يعني الانديه الكبيره طبعا. ما هياش حاجه كده مبهمه يعني. مبهمه بالظبط. اي مدرب عارف ان مارسيل كولر بيلعب بالناحيه اليمين كذا بالناحيه الشماليه او الخطه العامه او ايه اللعيبه. يعني النهارده حضرتك لما تسال مثلا احمد سامي قبل المباراه باكتر من 24 ساعه فتقول له مثلا مارسيل كولر مين التسعه او العشره اللي ممكن اللي هيلعبوا بكره في النادي الاهلي؟ يقول لك فلان وفلان. خلاص هو الراجل بقى الموضوع يعني الموضوع اوبن مفتوح ليه كل المدربين ومقروء والقصه دي. لكن النادي الاهلي عايز ايه من ماتش بكره؟ عايز ان هو ياخد الثلاث نقاط. النادي الاهلي هناك تفكير من مارسيل كولر انه يعمل بعض التغييرات. يعني مثلا ممكن تلاقي بكره الراجل اكرم توفيق مكان محمد هاني عشان يجهز اكرم لماتش يانج افريكان. ممكن تلاقي بيرسي تاو بكره مكان كريم فؤاد وده مرجح بشكل كبير. يعني مارسيل كولر بيحاول يعمل روتيشن او حركه تغييرات في الحدود. على فكره احد اسباب انه مستوى او اداء النادي الاهلي لم يكن مرضيا للناس كتير يعني انه مارسيل كولر بدا الموسم اللي فات بثبات تشكيل ولعب بيه بشكل كبير. لما كنا فاكرين كان في الراجل كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات ده كان المثلث الهجوم اللي بيلعب بيه مارسيل كولر اغلب المباريات. الوضع دلوقتي اختلف لانه في كهربا موقوف هيغيب ماتش سموحه الماتش السادس وهيرجع قدام زد وبيرسي تاو ممكن احيانا ما يبقاش في مستواه وحسين الشحات قبل كده تعرض ليه بتاع. فبتحصل ظروف قدام المدرب بتخليه يعمل بعض التغييرات الاضطراريه اللي هو مجبر عليها. لكن الاهلي اكيد مباراه بكره مباراه ليست سهله لان زي ما قلت المنافس عنده طموح. وعلى فكره موضوع استاد القاهره يعني عمل برجله للراجل. يعني استاد السلام مرسل كولر بشكل واضح وصريح مش يعني مش من اولوياته. لكن ملعب المقاولين كمان الراجل شايف ان هو قريب لاستاد القاهره لكن ليس استاد القاهره. وبالتالي برضو دي نقطه بتخلي او بت مش عايز اقول بتعيق حتى لو بنسبه بسيطه عمل المدرب وعمل الفريق ككل. يعني لكن في الاخر العب بالوضع الراهن او تاقلم على الوضع الراهن او الوضع المؤقت. يعني كلام جميل. احنا للاسف الوقت بيجري عشان لازم نطلع فاصل. لا مش ما تخافش ما خلصتش الحلقه. حس اتوتر مش للدرجات. لا لا عادي بيجري اه بس للدرجات. لا ما نعرفش ارتباط الهواء. لا 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 احنا عندنا فاصل وراجعين. طيب اوكي. راجعين تاني لان لسه عندنا عايزين نتكلم شويه عن الدوريات الاوروبيه. انا حابه قوي ان انا برضو اشوف انا فين. انا بعيد اهو انا بقول انا بعيد بس لما اجي اتكلم برضو انا فين من الدوريات ومن الكره العالميه تحديدا. وانا هتكلم عن اللي كان معانا خبر عن الدوري الانجليزي وكنا بنقارن شويه بنقول بص دول عندهم اكتر من فريق دلوقتي ابتدى ان هو ينافس بشده لمانشستر سيتي وليفربول وغيره. عندك زي استون فيلا السنه اللي فاتت كان ارسنال. ففي قوه في الدوري في تطوير. احنا عندنا كنا بنامل ذلك برضو في الدوري المصري مع التطوير اللي حصل وكم الصفقات كمان السنه اللي فاتت الموسم الماضي قلنا هياتي ثماره. وعلى فكره انا برضو اعتقد ان الموسم ده الدنيا فيه مش سيئه. انت عندك فرق صعدت للدوري الممتاز برضو انا بشوف ان ده كومبيتيشن بتعمله جيد جدا بيفيد بعد كده ربما للمنتخب بيدي برضو اثاره الى حد ما حتى وان كانوا هم فرق شركات شويه. لكن برضو انت بتعمل دم جديد خلينا نقولها بهذا الشكل. على كل حال هنروح فاصل ونرجع للنقطه دي ونتكلم بقى فيها باستفاضه بعد الفاصل. راح بحضراتكم مرة تانية. ممكن احنا في الفاصل جاوبنا على السؤال بس نجاوب عليه برضه حتى فرصة نعرف الناس. يعني القصة كلها ان السؤال ربما كده في شكله يبان غريب. يعني هو احنا بنقارن نفسنا بالدوري الانجليزي او الدوريات المختلفة؟ ده مش المقصود. اكيد في فوارق فنية بعيدة جدا. انا بقارن نفسي بالتطوير اللي حاصل عندي على الارض في الدوري الممتاز بتاعي لان انا شفت فرق صعدت شفت في فرق بتعمل تجديد في الدم في الصفقات في اللعب في الفكر. حتى شفنا اسماء لمديرين فنيين على فكره محليين رائعين جدا وشباب واصبحوا كمان مؤثرين في الكره المصريه بيروحوا بيتولوا مهام بعض الفرق اللي هي هنقول جماهيريه ولكن كان ليها باع في فتره ما سابقه اعادوها بمحاولات في بعض الماتشات. يعني عندك مباريات كانت مثلا انا مش هقول يعني مش عايز اجيب نادي بعينه بس انت عندك مثلا اسوان كسب الزمالك قبل كده. يعني عندك فرق قدرت ان هي تكسب منافسين توب في مصر مثلا في الرانكينجز. فخلينا نروح لده. طيب يعني المقارنه ما بين هنا وما بين خلاص هسحبها اوروبا يعني هي. ولا بنتكلم على خلاص سحبتها والله بنتكلم على حاجات محليه اللي حاصل. يعني انا اديت مثال مع الفوارق الانجليزي ما اصبحش هناك تنافس على الثلاثه التوب. لا لقيت فرق ثانيه بتنافس عندنا على فكره نفس القصه. احنا كان في موسم كبير بتكلم اهلي زمالك بيراميدز. لا دلوقتي بالعكس طيب في تنافسيه. انا كده السؤال وصلني خلاص ده وصل خلاص. طيب
طبعا الانديه الفكره في انه هو اسوان يكسب الزمالك فمعنى كده انه اسوان هياخد الدوره او ينافس، لا، الجونه تعادل مع النادي الاهلي. الفكره نفسها الاستمراريه والنفس الطويل دي لها شروط. شرط انه فريق بيبقى مدجج او عنده خبرات كبيره، لعيبه كبيره، فريق عنده لعيبه عندها فوارق فنيه اعلى، عنده استقرار مالي، وده اهم حاجه، الاستقرار المالي. يعني اسوان كسب الزمالك، لكن الزمالك بكل يعني المشاكل الموجوده دلوقتي والازمات، ولا في الاخر ماديا ما فيش يعني ما فيش مقارنه مع اسوان، تمام؟ فهي الفكره كلها في انه الاستمراريه، الانديه دي هتكمل ولا لا؟ عشان مثلا كده نقول ايه، بطوله النفس الطويل، تلاقي مثلا فريق يتجرأ على فرق الكبيره ويكسبها او يتعادل معاها، فتبدا الناس تقول على فكره الاهلي السنه دي مش هياخد الدوري. يا سيدي، في حاجه اسمها لسه 33 اسبوع او لسه 30 اسبوع، والفريق اللي هو الفريق الرهان كله على الاستمراريه، مين يكمل؟ لكن طبعا الانديه الصغيره يعني مثلا الانديه الشعبيه واحده واحده في عمليه اندثار ليها طبعًا بشكل طبعًا متعمد وغريب بصراحه. طبعا الانديه الشعبيه اللي هي بقى يعني فاكهه الكره المصريه واللي الناس اتربت عليها، وده طبعا بسبب انه انديه شركات بتيجي بتضخ فلوس فبتجيب لعيبه، والناحيه الثانيه ما فيش خالص، يعني الامور بالنسبه لهم صعبه، فالانديه دي بتبدا تنزل درجه لدرجه ادنى لدرجه ادنى لحد ما تختفي خالص. احنا معاك ملف مليان تفاصيل وللاسف محتاجه وقت اطول. لا، ما هو الموضوع ده صعب قوي، بس ان شاء الله للحديث بقيه وتنورنا كمان مره. الحقيقه يعني عندنا حاجات كتير نتكلم فيها ولا سيما عن كره القدم المصريه. نورتنا، يسعدني وشرفنا، ربنا يخليك. نورتنا يا استاذ رمضان بجد، وان شاء الله للحديث بقيه. شكرا جزيلا. شوف حضراتكم بكره ان شاء الله، وحلقه جديده 10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.